الجيش والدعم السريع يوقعان اتفاق مبادئ أولي في جدة لوقف لإطلاق النار ويؤكدان الالتزام بسيادة السودان ووحدته. قصف إسرائيلي متواصل على مناطق القطاع وصواريخ الفصائل الفلسطينية تنهمر على المستوطنات في ثالث يوم من التصعيد. سرايا القدس تؤكد تصميمها على مواصلة القتال وتوسيع دائرة النار مهما طالت المعركة، ونتنياهو يتعهد بالرد على مطلق الصواريخ ومن يحل محله. طابت أوقاتكم بكل الخير مشاهدين، أهلا بكم إلى ساعتين إخباريتين متصلتين من الحدث، نبدأها بمتابعة هذه التطورات العاجلة التي وردت الآن من جدة، حيث أفادت مصادر الحدث أن طرفي الصراع وقعا على اتفاق مبادئ أولي في جدة لوقف إطلاق النار، وأكد الالتزام بسيادة السودان ووحدته. وأكد إعلان جدة أن كلا من الجيش والدعم السريع اتفقا على مصالح وأولويات الشعب السوداني وهما أولوياتهما الرئيسة، كما أكدا على الالتزام بضمان حماية المدنيين في جميع الأوقات وضمان عدم استخدام نقاط التفتيش في انتهاك حرية تنقل المدنيين والجهات الإنسانية. ورحب الجيش الدعم السريع بمساعي أصدقاء السودان من أجل احترام القانون الدولي والإنساني، مع تأكيدهما على أن الالتزام بالإعلان لن يؤثر على أي وضع قانوني أو أمني أو سياسي للأطراف الموقعة عليه. نذهب إلى الخرطوم ومعي الآن سعادة اللواء دكتور أمين مجدوب، مرحبا بك. يعني كيف تقرأ هذا التطور، إعلان لوقف إطلاق النار، هل من مدة محددة أم أن هذا الأمر مفتوح ربما ليتطور إلى مفاوضات تقدم المعالجة السياسية لهذه الأزمة؟ مساء الخير، مرحبا بك ومرحبا بالسادة المشاهدين. هذه التطورات كان ينتظرها كل السودانيون وجيران السودان وكل العالم تقريبا، خطوة موفقة. وأعتقد أن هذا الإعلان عبارة عن هدنة طويلة، وقف إطلاق النار، التزامات ميدانية وأخلاقية تجاه المدنيين، وهو خطوة قد يتم تطويرها إلى مفاوضات خاصة بجانبين، الجانب العسكري في المقام الأول ثم الجانب السياسي، وصولا لطي ملف هذه الأزمة. والشكر والتقدير هنا للوسطاء برئاسة المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة وكل الذين بذلوا المجهود للوصول إلى هذا الاتفاق. نعم، ولكن دكتور ربما كانت هنالك العديد من الهدن المعلنة ولم ربما تصمد هذه الهدن، وظل طرفان يتبادلان الاتهامات حول من يخرق هذه الهدن. حتى الآن ربما ليست هناك إشارة واضحة لآلية للمراقبة، وبالتالي كيف يمكن النظر بإيجابية إلى الالتزام وإلى تحقيق يعني هذا الاتفاق، وهو اتفاق مبادئ بوقف إطلاق النار، غاياته التي من أجلها عقد، وهي مسألة انسياب وتدفق المساعدات الإنسانية، حركة وتنقل المدنيين وغيرها، ربما من استهداف المنشآت المدنية أو تكون مسرح للاشتباكات. هذا الاتفاق للمرة الأولى يعقد بواسطة مسؤولين من الطرفين، وأيضا بضمانات خارج السودان في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي أعتقد أن هذه الهدنة لديها ضمانات، رغبة الطرفين أولا ثم الغطاء الدبلوماسي الكبير الذي توفر لها، وبالتالي مسألة الآلية والرقابة قد تكون قادمة في الطريق، ولكن الضمان الأولي هو رغبة الطرفين ورغبة الشعب السوداني وهذا الغطاء الدبلوماسي الكبير الإقليمي والدولي الذي توفر لهذه الهدنة.
نعم دكتور أمين، يعني التصور ربما للوضع الميداني في ظل إعلان هذا الاتفاق بوقف شامل لإطلاق النار، بحسب ما نفهم هل يبقى الوضع كما هو عليه وهو وضع مختلط ومتشابك، وأنت أدرى مني وأقرب، بين أقصد الوجود وجود كل طرف بقواته على الأرض، أم كيفية التعاطي معه؟ وقف إطلاق النار طبعا ميدانيا بتكون معه بعض الخطوات نحو فتح الممرات وإجلاء المصابين، وبالتالي عسكريا بتكون هنالك حركة متفق عليها سواء كان علاج المصابين أو خروج بعض القوات التي في وضع غير مناسب من الطرفين، وأيضا إطلاق سراح الأسرى من الطرفين إذا موجودين. وبالتالي وقف إطلاق النار هو عبارة عن حزمة. أنا أعتقد أنه مسألة الوجود الآن غير مهمة ما دام سيكون هنالك مفاوضات وصيغة متوفرة للطرفين ويمكن البناء عليها في مسألة الإطار السياسي، وهو ده المهم، لأنه الآن هذا الإعلان إعلان يشهده العالم، وبالتالي قد تكون هنالك تحركات مع هذه المبادئ في كيفية إخلاء المستشفيات، السماح للمدنيين بالانتقال هنا وهناك، فتح الأسواق، إزالة الضرر، مسألة التفتيش اللي كان فيها سلبي ونهبي بيحدث، واختلطت الأوراق ما بين الذي ينحب وما بين الذي يرتدي الأزياء العسكرية. هذه الأمور ربما تكون متوازية مع وقف إطلاق النار. نعم، يعني الإشارة إلى أن الالتزام أي طرف بالتوقيع لا يعني تغييرا ربما أو تأثيرا على الوضع القانوني والسياسي، ماذا يمكن أن نفهم من هذا التوصيف دكتور أمين؟ الوضع القانوني هو مسألة من المسؤول ومن الذي يدير المنطقة الفلانية، ده الوضع القانوني. بالنسبة للوضع العسكري هو السماح بحركة القوات سواء كان إجلاء أو سواء كان علاج أو سواء كان تبادل أسرى، هذه هي الأمور العسكرية التي دائما تكون متوافقة مع وقف إطلاق النار، وأعتقد أنه سيكون هنالك بعض التفاهمات ربما في الساعات القادمة تتبع هذا الإعلان، وبالتالي ينزل إلى أرض الواقع بعد عودة الوفدين وتطبيقه، وأعتقد أنه برضو سيكون هنالك إشراف من السفارة السعودية أو من السفارة الأمريكية بإنزال هذه التفاهمات على أرض الواقع. نعم، اسمح لي أيضا أرحب بانضمام الأستاذ عطاف محمد مختار رئيس تحرير صحيفة السوداني، ويبقى معي. وقبل الانتقال طبعا نعيد التذكير بهذه الأخبار العاجلة عن توقيع اتفاق مبادئ بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على إثر طبعا المفاوضات التي كانت مفاوضات غير المباشرة، وهذه التطورات التي وردت قبل قليل حيث أفادت المصادر أن طرفي الصراع وقعا على اتفاق مبادئ أولي في جدة لوقف شامل لإطلاق النار، وأكد أي الطرفين أو الطرفان الالتزام بسيادة السودان ووحدته. وكذلك إعلان جدة أكد على أن كلا الطرفين الجيش والدعم السريع اتفقا على أن مصالح وأولويات الشعب السوداني هما أولوياتهما الرئيسة، كما أيضا أكدا على الالتزام بضمان حماية المدنيين في جميع الأوقات وضمان عدم استخدام نقاط التفتيش في انتهاك حرية تنقل المدنيين والجهات الإنسانية. ورحب الجيش والدعم السريع كذلك بمساعي أصدقاء السودان من أجل احترام القانون الدولي والإنساني، مع تأكيدهما على أن الالتزام بالإعلان لن يؤثر على أي وضع قانوني أو أمني أو سياسي للأطراف الموقعة عليه. مرحبا بك الأستاذ عطاف، كيف تعلق على هذا الاتفاق ربما من حيث التوقيت وأيضا من حيث إمكانية صموده بعد تجربة ربما كانت فاشلة بكل المقاييس في 6 هدن كانت قد أعلنت من قبل الطرفين لذات الغرض وهو الغرض الإنساني؟ مرحبا بك أستاذ سعد. العنوان الرئيسي لهذه الاتفاق عنوان إعلان جدة الالتزام بحماية المدنيين في السودان، هكذا عنونت هذه الوثيقة أو هذه الاتفاقية بالأحرف الأولى
مجمل تلخيصها انه تعزيزا من مبادئ والالتزامات الوارده في هذا الاعلام، اعطاء الاولويه للمناقشات في المستقبل بهدف تحقيق وقف اطلاق نار قصير المدى لتسهيل وصول المساعدات الانسانيه الطارئه واستعاده الخدمات الاساسيه. والطرفان التزاما بجدوله المناقشات هذه. انا اعتقد ان يعني استوقفت معك في قصير المدى، ربما لم يحدد شكل الاتفاق، هل هذا هو وقف شامل سيتطور إلى عملية مفاوضات أم هو كما أشرت أنت قصير المدى، وما هو السقف الذي يمكن أن يكون تحت هذا التوصيف قصير المدى؟ أيوة، هو الوصيف وصفته بهذه تقريبا في الفقرة السابعة. نعم. نصا تعزيزا للمبادئ والالتزامات الواردة في هذا الإعلان ملتزم بإعطاء الأولوية مناقشات بهدف تحقيق وقف إطلاق نار قصير المدى. لأن هذا الأمر طبعاً إطلاق نار وقف إطلاق النار الشامل هو مرتبط بالعملية السياسية. وأشاروا في هذا الاتفاق إنه هذا الاتفاق لن يؤثر على العملية السياسية القادمة ولن يتدخل فيها. عموماً الخط الرئيسي لهذا الاتفاق أو المنشط الرئيسي الذي عنون به إعلان جدة الالتزام بحماية المدنيين في السودان، لأن الاشتباكات الآن أخي سعد تدور في قلب ومعقل المدنيين. صحيح. تحدث عن الخرطوم فرق اللي هو القيادة العامة، الخرطوم شريط، الخرطوم اثنين، الخرطوم واحد، الصحافات، الحلفاية وأم درمان، كل هذه الإشكالات وجدت لأنه المناطق العسكرية هي في قلب المدينة. صحيح. والهجوم عندما أتى من معسكرات الدعم السريع في الأطراف وغطت قلب المدينة. لكن ما يهمنا الآن هو سلامة المدنيين، ما يهمنا الآن هو الالتزام بهذه الاتفاقية، لأن أنا أعتقد أنه في إشكالية كبيرة جدا. إشكالية التي لم تتطرق لها هذه الاتفاقية أنه عدم الدخول في الاشتباكات في الأحياء، عدم احتلال المستشفيات، عدم احتلال مثلا المنشآت الحيوية كالكهرباء أو تحلية ضخ المياه ومحطات المياه الرئيسية. هذه تحتاج لانسحاب من قوات الدعم السريع. تفاصيلا أعتقد الشيطان يكمن في التفاصيل، كيف عملية هذه الانسحاب؟ لأن البلد الآن كنت قد سألت ومعي الآن دكتور أمين، كنت قد سألت هذا التساؤل، أنه عمليا وميدانيا هذه القوات كما تذكر أنت عطاف مختلطة، المسافات قريبة، هل يتم إبقاء الوضع على ما هو عليه، كل قوات موجودة، أم يتم ربما المطالبة بالانسحاب قليلا لا أدري، خاصة بالنسبة لقوات الدعم السريع، إلى مناطق محددة أم ماذا؟ أخذ فيها وجهة نظرك وأعود لدكتور أمين أيضا لنفصل أكثر. ربما أنا أستطيع أن أقول لك الشيطان يكمن في التفاصيل، في هذه التفاصيل. أنا أعتقد على الطرفان الآن بعد هذه الحرب العبثية، لأن كلا الطرفين سودانيين مفتكر أنه فنادقهم مفروض تكون على الحدود، فنادقهم مفروض تكون على حماية هذه البلاد. تضرروا منها، سقط الطرفان منهم القتلى، سقط المدنيون، شلة الخرطوم، معاناة في أي شيء. أحدثك الآن أخي سعد، وكنت أتحدث مع مفوضية العون الإنساني، يعني تقف عاجزة لأنها لا تستطيع إيصال المساعدات ولا تستطيع تنفيذ المسارات الآمنة. وللأسف تم إجلاء الأجانب من مطار وادي سيدنا. أنا أعتقد هذا المطار مفروض تكون ضربة البداية هنا، إنزال المساعدات الطبية العاجلة. الآن الطرفان يسمعون إلينا، الطبية العاجلة المتعلقة بمرض الكلى، بمرض السرطان، بمرض الضغط. هذه حالات إنسانية، هؤلاء لم يسقطوا بالرصاص، لكن خلال هذا الأسبوع إن لم تأتي هذه المساعدات العاجلة سيسقطوا نتيجة للفشل السياسي السوداني الذي استباح دماء. نعم. نعم دكتور أمين، ما رأيك يعني، وكنت قد سألتك سابقا حول عمليا كيفية التطبيق وكيفية الالتزام حتى ربما لا يعود كل طرف الاتهام الآخر، ونحن نقصد الوضع الميداني، كيفية تحقيق
ربما أو إنشاء هذه المسارات، وضع القوات تحديدا، نحن نتحدث عن قوات الدعم السريع، هل يعود الجيش للمعسكرات، هل ينتشر في مناطق محددة؟ وكما قال الأستاذ عطاف، الشيطان يكمن في التفاصيل، يعني الوضع يبدو ميدانيا معقد جدا. واضح أنه هذا الاتفاق ستكون به طبعا ملاحق. واحدة من الملاحق هي المسارات وخارطة المسارات داخل ولاية الخرطوم. ملحق ثاني سيكون خاص بالمطارات التي ستعمل، سواء كان مطار الخرطوم أو مطارات أخرى بديلة. أيضا نوعية المعدات التي ستدخل، هل كلها إنسانية والإشراف عليها وتفتيشها ونقلها إلى الطرفين يستفيد منها الطرفان. ملحق الرابع اللي هي للعون الإنساني، أولوية المستشفيات وإخلاء من الأطراف العسكرية الموجودة فيها خاصة قوات الدعم السريع. وأيضا سيكون هنالك ملحق خامس خاص بوقف المحدد لوقف إطلاق النار وكيفية تطويره وكيفية الدخول في مسألة، يعني تحديدا إن سمحت لي دكتور أمين، الإشارة لمسألة الأولوية لحياة المدنيين، عدم حصارهم، حرية التنقل، هذه كيف عمليا يمكن تحقيقها؟ وأنت تعلم أن قوات الدعم السريع موجودة داخل الأحياء، موجودة في منازل المدنيين، هل يطلب منهم، يعني كيف يمكن التصور، يعني إلى شوارع رئيسة إن تصورنا معك، أم يحدد لهم مواقع ويمكن أن تحقق هذه الغاية أنها بعيدة عن المدنيين ولا تؤثر عليهم ولو على الصعيد النفسي؟ يعني في تقديري هذا الوقت المناسب لنزول الشرطة. الآن الشرطة يمكن أن تنزل تشرف على الشوارع، تشرف على حركة المدنيين، هي التي تفتش المدنيين وبالتالي توكل الأمور إلى الشرطة. دي أعتقد لم تفوت على الطرفين، إنه الآن غير مسؤول الأطراف العسكرية عن فتح المسارات أو الشوارع أو تنظيم الحركة هذه أعمال الشرطة، وستنزل الشرطة تستلم هذه المهام لأنها مهام مدنية ولديها قواعدها ولديها صياغاتها في التعامل مع المدنيين وكيفية توجيههم ومراجعة الأوراق الثبوتية ومراجعة أوراق المركبات. هذه الأمور الآن أعتقد أن الشرطة ستنزل، وأعتقد أنه تم مناقشة هذا الأمر لأنه جزء من فتح المسارات وجزء من مسألة التفتيش وحرية مرور المدنيين. نعم. نعم. وفتح الأسواق وهكذا. نعم أستاذ عطاف، في ذات الاتجاه، يعني مسألة يعني من يراقب ربما هذا الالتزام، هل نتحدث كما يقول الدكتور أمين مجذوب أن تقوم الشرطة بواجبها، ومدى ثقة ربما الطرف الآخر وهو الدعم السريع في ذلك، باعتبار أن الدولة حتى السلطة الآن هي خاضعة لسلطة الجيش، أم ربما يدفع بمراقبين خارج الدول أم منظمات مجتمع مدني أم داخل السودان؟ كيف يمكن أن تتصور ذلك؟ أنا بعتقد يا أخي سعد ترافقنا من قبل في جوبا عن الأزمات في مقتل كرن وفي المشاكل التي كانت ظهرت النيل الأزرق. كسودانيون نحن لدينا رصيد كبير جدا للأسف من الحروب الأهلية. علينا أن نستفيد من عمليات الإنسانية التي تمت مثلا في كاوتا، في النيل الأزرق، في دارفور، في المسارات الآمنة. بمجمل الأمر أستطيع أن أخصص لك مثلا تكون هنالك الآن منظمة العون الإنساني في السودان هي مشرفة على المساعدات. إذن الآن علينا كما قال الخبير الاستراتيجي العسكري استعدته عندك إنه تحديد المطارات، هذه النقطة الأولى، تحديد المسارات الآمنة، هذه العملية يكون فيها مشترك فيها الصليب الأحمر، مشترك فيها الأمم المتحدة، العون الإنساني. أنت الآن المساعدات هي على شقين، مساعدات طبية ومساعدات إنسانية. مساعدات طبية عاجلة، أنت بتتكلم عن المحاليل الوريدية، بتتكلم عن خيم الإيواء اللي متأثرين فيها بالمصابين، عليك أيضا مساعدات أخرى، المساعدات الطبية العاجلة كما قلت لك. نعم. المنقزة للحياة. نعم. يجب أن تحدد العربات التي ستنقل هذه المساعدات، يكون في تأمين تأمين عموما يتيم كالآتي، في جهة بتكون مراقبة الصليب الأحمر،
بيكون على راس هذه الراكلات إدارة المطارات توزيعها تكون وزارة الصحة مشاركة، بتكون الشرطة أيضا مشاركة، بتكون أي جهة سيطرة على المنطقة تكون مشاركة. جهة مثلا هنا منطقة للجيش، الجيش يسلم الصليب الأحمر، منطقة أخرى لمسيطر على دعم الشريف يتم السيطرة عليه. لكن المهم الالتزام بوقف إطلاق النار. واضح استاذ الوضع الإنساني لا يمكن أن تتصور تعقده كيف أخطأ. الأستاذ عطاف محمد مختار، رئيس تحرير صحيفة السوداني، شكرا على كل ما تفضلت به، وشكري أيضا يمتد إلى اللواء الدكتور أمين إسماعيل مجدوب، الخبير الأمني والاستراتيجي في مركز الدراسات الدولية. نبقى في سياق هذه التغطية والأخبار العاجلة أو حول التوقيع على إعلان مبادئ في جدة بين قوات الجيش والدعم السريع. ومن القاهرة أرحب بالكاتب الصحفي السوداني الأستاذ حمور زيادة. مرحبا بك أستاذ حمور، كيف تعلق على هذا الاتفاق؟ يعني ربما كان متوقع، ولكن هل يمكن أن يصمت وربما في الذاكرة القريبة فشل لست هدن كانت قد أعلنت من قبل الطرفين، أم أن الأمر هذه المرة مختلف بالنسبة إليك؟ هو طبعا هذا الاتفاق يعني هو أقل من التسريبات التي وردت في الأيام الماضية، لكن من الواضح أن تم تأجيل عدد من النقاط لجولة تفاوض ثانية. هو من المؤسف طبعا أنه يعني تحتاج القوتان المتقاتلتان إلى توقيع اتفاق هو ملخصه هو الالتزام بالقوانين الدولية للحرب والقوانين الإنسانية. يعني هذا الاتفاق لم يزد على كل ما هو معروف في القانون الدولي، مسألة المسارات الآمنة، عدم تجنيد الأطفال، السماح للمدنيين بالإجلاء. هذه مسائل للأسف يعني كانت هناك انتهاكات كبيرة جدا في الفترة الماضية، لكن لعل التوقيع على هذا الاتفاق يساعد على تخفيف معاناة الناس، يساعد على حفظ حياة الناس. أنا أعتقد أن هناك عدة مسائل مهمة، أولها طبعا مسألة المستشفيات المتوقفة، خاصة تلك التي توقفت بسبب احتلال قوات الدعم السريع لها. هذه مسألة لابد أن تعالج بشكل عاجل، ثم يعني عودة مستشفيات أخرى إلى العمل، السماح للإغاثة والمعونات كما تفضل الأستاذ عطاف أن تصل إلى المواطنين في أماكنهم، إضافة إلى السماح للمواطنين بالخروج إلى أماكن آمنة. يعني هناك عدد كبير من العالقين في، وبالتالي هنا نتحدث ربما عن التنقل، إشكالية أخرى أستاذ حمور إن سمحت لي، مسألة دولاب العمل. هنالك مؤسسات لابد أن تعمل لكي تنساب هذه المساعدات الإنسانية، القطاعات الحيوية كالكهرباء كالمياه. كيف يمكن إدارة هذا الملف؟ وهنالك ربما نتحدث عن الشوارع، ربما بعض المؤسسات خارجها أو داخلها توجد قوات الدعم السريع، يعني كيفية التوصيف الدقيق لإمكانية أن يكون هذا الأمر منطقي وعملي؟ وطبعا توقف دولاب الدولة هذه مسألة يعني خطرة جدا، ويعني تؤثر على كل المواطنين، لكن لا أعتقد أنه في هذه المرحلة بوفق الإعلان الذي اطلعت عليه قبل قليل، الصفحات الثلاثة ونصف أو أربع صفحات، لن يكون هناك عودة لدولاب العمل بشكل كامل. إنما هناك الضروريات والاحتياجات الرئيسية بالممرات الآمنة والسماح للناس بالخروج. هو من الواضح أنه في هذه المرحلة ما زالت العاصمة تعتبر كمسرح عمليات، سيستمر القتال فيها، لكن سيسمح للناس بالخروج ودخول المعونات للباقين فيها. وأعتقد أنه خاصة الجيش السوداني ربما يشجع الناس على الخروج، لأنه طبعا قوات الدعم السريع يعني تعتبر وجودها وسط الأحياء هو نوع من الضمانة لها حتى لا يحدث قصف بالطائرات. يعني جيد، يبقى معي لأنه أتينا على نقطة تتعلق بالوضع الاقتصادي ومسألة دولاب الدولة. ففي تصريحات خاصة للحدث لفت وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم إلى أنه لا يوجد حتى الآن، لا توجد أرقام لحجم للدمار الذي لحق بمؤسسات الدولة جراء القتال، مؤكدا أن إعادة البناء ستحتاج إلى مشروع خاص. كما أعرب عن تفاؤله أن سحابة الصيف ستنقشع قريبا على حد تعبيره. وأكد جبريل إبراهيم أن الوزارات انتقلت إلى مدينة بورت سودان لأن البنك المركزي يحاول العمل منها لتسيير أعماله، مشيرا إلى
إشكاليات في النظام المصرفي الرابط بين المركز البنك المركزي وبقية المصارف، وأن العمل جار على معالجته، كما طمأن جبريل السودانيين أن البنوك تحتفظ بالفائض من أموالها في البنك المركزي، وأن الغرف الآمنة فيه لم يستطع أحد الوصول إليها لأنه من الصعب اقتحامها بالسلاح، وأنه لا خوف على ودائع المواطنين أو من شح في النقد. كما أكد جبريل إبراهيم أن الوزارة أصدرت توجيهاتها بصرف الرواتب من موارد الولايات، على أن تقوم الوزارة بالتسديد لها لاحقا. ما عندنا أرقام الآن نستطيع أن نتحدث عنها، لأن جزء كبير من المؤسسات هذه يصعب الوصول إليها لتقدير التلف اللي حصل في الشركات، في المصانع، في المواقع المختلفة. لكن الدمار اللحق بالبنية التحتية، دمار اللحق بالمؤسسات حق الدولة بصورة عامة، مؤسسات القطاع الخاص، دمار كبير جداً. وإعادة البناء ده له مشروع خاص، مشروع مارشال الجديد في السودان، الناس تستطيعوا يعيدوا بناء البلاد بصورة أفضل إن شاء الله. أنا متفائلين بأنه الأصحاب الصيف هذا بتنقشع في وقت قريب، الناس يعودوا للحياة الطبيعية. معظم البنوك دي فيها سيف رومز أو الغرف مؤمنة تماماً، ما بالسهولة أي واحد شايل له بندقية بيقدر يصلها، أنا ما بتصلها ولا بتقدر تفتحها. والبنوك أصلا تحتفظ بالفائض حقها من الودائع عند البنك المركزي، البنك المركزي السيف الغرف الآمنة حقها ما حصل حد وصلها ولا ممكن يصلوها، وبالتالي ما في خوف على الإطلاق على ودائع المودعين، ما في خوف على الإطلاق من شح النقد. يبقى معي ضيفي الأستاذ حمور زيادة من القاهرة، ولكن اسمح لي أيضا أن أرحب بالخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي البروفيسور محمد شيقون. مرحبا بك سيد البروفيسور. يعني وزير المالية قال أنه من الصعب ربما تقدير لحجم الخسائر، ولكن مما تشاهد، وليس فقط نحن نتحدث عن حرق المؤسسات أو نهب الأموال، تعطل دولاب الدولة ربما وعدم الإنتاج لكل هذه الفترة التي الآن وصلت إلى الشهر، كيف يمكن أن تكون تأثيراته ربما في المدى القريب والمدى البعيد اقتصاديا؟ يعني ما تفضل الأخ الدكتور وزير المالية الدكتور جبريل صحيح، يصعب حاليا يعني تقديم أرقام يعني قضايا معينة، ولكن أنا يعني بدوري عايز ألقي الضوء على يعني موضوع أنه بالقدر المحدود في فترة الهدنة، إذا هي أصبحت هدنة حقيقية، لابد أن تكون الضروريات هي يعني القاطع الصحي وفي السلع الاستهلاكية، القمح والسكر مثلا والزيوت والدواء. في الدواء طبعا العون الخارجي مفروض يتركز حول الأدوية المنقذة للحياة كما يعني ذكر، والأدوية للأمراض المزمنة والأدوية الأساسية. والشق الآخر في القاطع الصحي المستشفيات. إذا أغلقت المستشفيات المحتلة وأدخلت عدد يعني من المستشفيات مع يعني توفير هذا الدواء، ممكن الوضع الصحي يعالج. بالنسبة للقمح، هو طبعا السودان ما بيقدر يعني يوفر من احتياجه أكثر من 30% من الإنتاج يعني، فكان بيستورد 70% وما حصل أكثر من 3 أشهر يعني كاحتياط كان موجود. ولكن على الأقل في العاصمة أنا أقول المطاحن الكبيرة الأساسية عندها يعني مخزون قمح، لأن القمح ما نهب يعني حسب معلوماتي يعني المتواضعة. يعني إلى أي مدى في هذا الاتجاه يعني؟ لأنه هذه المخاوف عند المواطن العادي، هل تأثر يعني مسألة الحرق وبعض المخازن لهذه الشركات التي تنتج؟ ما سألت يعني ما هو صعب الإحصائيات الدقيقة، لكن مثلا عندنا مطاحن كبيرة زي سيجا، ويتا، سين، هذه يعني تقريبا كثيرين بيقولوا ممكن يعني تشتغل فقط إذا يعني حتى الكهرباء ممكن يعني في حتة يكون فيها شت داون يعني المهندسين قفلوها، لأنه هو ما ممكن يعيش طول عمره داخل الموقع
ولا بيقدر يطلع بيته ويجي، فبالتالي هو بيترك يعني. فإذا بدأ في تأمين لموضوع الكهرباء والموية، أنا أعتقد التصليحات ما يعني صحيح بأفق يعني تصحيح الوضع بشكل يعني ما خربوا الحرب يأخذ وقت طويل، لكن الترميم في حدود مدى الاحتياجات في الكهرباء والموية ممكن أنا في رأيي يعني. نعم. القطاع الصحي، تفريغ المستشفيات وإدخال مستشفيات إضافية في العمل، وتوفير الأدوية في الحدود اللي أنا قلتها، المنقذ الحياة المزمنة، الأدوية الأساسية إذا جات وقدروا يأمنوا وصولها وتوزيعها، لأنه أصلاً نحن ما كنا بنعاني في موضوع الدواء حقيقة يعني. الدواء في السودان صحيح. كل احتياجاتها 600 مليون دولار الاستيراد، الدولة كانت بتتكفل ب 300 نص المبلغ، والقطاع الخاص ب 300 شركات الاستيراد، ولكن شركات الاستيراد لازم تلقى معونات من حسع، لأنه يعني فيها يعني أشياء بسموها إعادة الطلب، يعني الطلب دائما الشركات بتنتج حسب الطلب، لأنه الدواء ما فيه إكسباير، ويعني ما يعني ما بتكون ما زي القمح مثلا. نعم. يعني أو يعني بترول، والبترول برضو أنا أقوله أنا يعني أمنيتي أنه برضو العون الجايدة يركز على الموسم الزراعي. الموسم الزراعي في القطاع المروي يعني المشاريع الكبرى، وأيضا في القطاع التقليدي. نعم. يجب أن يدعم يعني بالجزلين، يدعم بأي بقدر نجلي أيضا للمصاري. نعم صحيح، خاصة أن يعني أغلب، وهذا ربما من حسن الطالع، أن أغلب المناطق الزراعية هي بعيدة عن يعني لي يكون هنالك تعقيدات في الوضع العسكري. كلها آمنة. نعم. يعني أنا بقول لك يعني القضارف كسلة، النيل الأزرق، حتى يعني حتى دارفور، دارفور ما فيها 7 مليون مواطن. صحيح. يعني أقصد مزارع، يعني المزارعين فيه على الأقل بيكون 60-70%. نعم. إذا يلقوا دعم، ودعم وحيكون محدود في حدود الأسمدة، في حدود الجزولين للتركترات كده. واضح. أنا بفتكر آخر شيء حتى يعني لضيق الوقت، أنا بالمناسبة للأسف قاعد أتكلم بسرعة. نعم. يعني موضوع النظام المصرفي. النظام المصرفي يجب أن يشوف حل بجانب في التقنية الناس المرتبات. نعم. يعني في مؤسسات كثيرة جدا كانت بتصرف مرتبات عن طريق المصاري. نعم، ربما يعني نكسبك كما ذكرت أنت في نقطة أخرى لنفصل مسألة الوقود ومسألة ربما توفر العملات النقدية حتى، وتعطل ربما حتى المسائل التقنية في الصيرفة في السودان. شكرا كثيرا الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي البروفيسور محمد شيخون. أعود إليك ضيفي من القاهرة الأستاذ حمور، يعني عمليا وميدانيا هل من السهل ربما الالتزام بوقف لإطلاق النار وإن كان وشيك؟ أعني الوضعية لكل قوات وهي مختلطة، فبالتالي هل يطلب أن تغادر بعض القوات؟ تغادر إلى أين؟ هل شوارع رئيسة أو بعيدا عن بعض المنشآت، إن كنا نتحدث عن منشآت طبية والتلك الخدمية، أم كيف تتصور أن تكون المعالجة الفنية لهذا الأمر؟ هو دعني أشير أستاذ على الدين، يعني أنا سعيد صراحة بالمداخلات الثلاث من ضيوفك التي سمعتها ومن حديثك، لكن يعني لابد أن أشير إلى نقطة، إنه هذه هي الخطوة الأولى في المبادرة الأمريكية السعودية، هي مسألة الهدنة للمعونات الإنسانية. الناس أحس أن الآن الناس تعتبر أن هذه الخطوة الثانية أو النقطة الثانية في المبادرة، اللي هي نقطة الوصول إلى وقف إطلاق نار دائم، وهذا أمر جيد في تقديري، يعني لأن هذا يشكل ضغط على الطرفين، إذا يعني ابتهج الجماهير بالهدنة الإنسانية واعتبروها وقف إطلاق نار دائم، فهذا يشير للطرفين وللمجتمع الدولي أيضا أن هذا ما يرغب فيه الناس، وهذا سيسحب كثير من شرعية الحرب لدى الطرفين التي يحاول كل واحد فيهما أن يقول أنه يقاتل باسم الناس. لكن نحن الآن حتى هذه اللحظة هذا التوقيع هو لهدنة إنسانية فقط، مسألة خروج قوات من أماكن إلى أماكن أخرى ووقف إطلاق نار دائم، هذه هي الخطوة الثانية التي ستأتي فيها المباحثات. طبعا الخطوة الثالثة هي العملية السياسية والعودة إلى المسار التفاوضي للعملية السياسية. هذه الخطوة الأولى هي ما تدلل على ما بعدها، يعني إذا تم الالتزام بهذه الخطوة يعني سيكون لما بعدها
يعني وجود قوي. هو المهم أنه حتى هذه اللحظة لم يرد أي خبر عن مسألة الرقابة الدولية، وهي مسألة كانت مطروحة بشدة حتى صباح هذا اليوم، يعني ربما تظهر في التفاصيل اللاحقة، لكن نعم. أتوقع ربما يكون هنالك أستاذ حمور رقابة دولية على هذه الهدنة، ملاحق ربما توضح هذه المسائل التفصيلية الفنية. الكاتب الصحفي السوداني الأستاذ حمور زيادة، شكرا لكل هذه القراءات، ضيفي من القاهرة. شكرا. ونعود لمتابعة آخر التطورات الواردة من غزة، حيث هاجمت إسرائيل مواقع عديدة في القطاع جوا وبالمدفعية والسلاح البحرية لليوم الثالث على التوالي. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع أعداد الضحايا إلى 29 قتيلا و93 جريحا، فيما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية قصف 166 هدفا تابعا لحركة الجهاد خلال عملية السهم الواقي، في حين ردت الفصائل الفلسطينية بسلسلة من الرشقات الصاروخية تسببت في أضرار مادية في إحدى المستوطنات قرب عسقلان، وخلفت قتيلا وعددا من الإصابات في مدينة رحفوت وسط إسرائيل، فيما تم اعتراض صواريخ فوق مدينة الرملة وفي سماء مدينة ريشون لتسيون وسط إسرائيل. من غزة ينضم إلي الصحفي زميل محمد عوض. مرحبا بك محمد، إليك مباشرة لآخر التطورات الميدانية. هل ربما لا زال القصف من الجانبين؟ كنا نتحدث عن رشقات الصواريخ التي تطلقها الفصائل والغرفة المشتركة، أو نتحدث ربما عن الاستهدافات الإسرائيلية من خلال أيضا ربما القصف الجوي، وهناك حديث عن حتى دخول القوات البحرية؟ يعني التطور الجديد ميدانيا هو استهداف منزل مدني في حي تل الهوى، وهو أحد أهم الأحياء السكنية في مدينة غزة، ويعتبر من الأحياء الراقية الموجودة في غزة، حيث تعتبر المنطقة هي منطقة سكنية بالدرجة الأولى، لكن الآن يصلني بأن الطيران الإسرائيلي استهدف منزل في تلك المنطقة. سيارات الإسعاف هرعت إلى المكان، وحسب المصادر بأن الإسعافات نقلت إصابات من المكان المستهدف. هناك تخوفات بأن تعود الطائرات الإسرائيلية وتستهدف المنزل مجددا، لذلك تعمل طواقم الدفاع المدني والإسعاف على إخلاء الناس من تلك المنطقة. هذا من جانب، لكن سبق ذلك استهدافات إسرائيلية أيضا لمواقع مدنية في رفح جنوب قطاع غزة، لكن يعني هل فهم لماذا الاستهداف؟ إن كنا نتحدث عن يعني حي تل الهوى الذي أشرت إلى أنه حي مهم ويعتبر من الأحياء بالطبقة الراقية يعني والميسورة الحال. يعني حسب المصادر الأمنية ومصادر الطبية هنا تفيد بأن المنزل هو منزل يتبع لأحد المواطنين تم استهدافه بصاروخ واحد، مما أدى إلى وقوع إصابة واحدة من سكان هذا المنزل خاصة، وأنه تم استهدافه دون إنذارهم أو دون تحذيرهم. لكن على هذه الشاكلة تعتبر أو تعتبر هذه الغارة هي الثانية في أقل من 10 دقائق، وبالتالي نحن أمام تصعيد متواصل، ونحن أمام استمرار للغارات على مدينة غزة تحديدا. أيضا كان هناك استهداف لمجموعة من المواطنين في النصيرات وسط قطاع غزة، أدى ذلك إلى وقوع ضحية ووصول عدد من الإصابات إلى مستشفى الشهداء الأقصى وسط قطاع غزة. كل هذه الأحداث التي يعني تتواصل في قطاع غزة هي نتاج عملية تصعيد. نعم. في المقابل هل ما زالت الفصائل يعني تواصل في رشقات الصواريخ باتجاه ربما المستوطنات الإسرائيلية؟
قبل حوالي 7 دقائق من الآن حاولت منظومة القبة الحديدية اعتراض بعض صواريخ الفصائل الفلسطينية التي ما زالت تطلق، لكن نعم لكن حاولت القبة الحديدية استهداف تلك الصواريخ التي تطلق من قطاع غزة، لكن ما ود إشارته هنا لأن هذه الصواريخ تراجعت وتيرتها منذ تقريبا الساعة مساء، كانت آخر رشقات صواريخ متطورة وبعيدة المدى أطلقت الساعة 9، لكن الفصائل تراجعت في وتيرة القصف على البلدات الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة، وتركز القصف بشكل استخدمت الفصائل عملية التنقير في الاستراتيجية الجديدة التي تحاول الفصائل الفلسطينية استخدامها في هذا التصعيد، خاصة نعم محمد يبقي الوضع في غلاف غزة كما هو عليه. نعم بالتأكيد أنت باقي معنا على الدوام، سنعود إليك لاحقا لمتابعة آخر التطورات من غزة، الصحفي الزميل محمد عوض. حول مساعي القاهرة المتواصلة للتهدئة، أفادت مصادر خاصة للحدث أن إسرائيل رفضت المقترح المصري بوقف إطلاق النار لعدة ساعات، وهو الطرح الذي تعمل عليه القاهرة لإقناع الأطراف بالوصول إلى صيغة تفاهم. وكشفت مصادر الحدث أن حركة حماس طالبت بسرعة حسم الأمر، وأبلغت الوسطاء المصريين أنه في حال استمر الوضع فسيكون لها دور أكبر وستتدخل في الصراع، في حين أبلغت تل أبيب القاهرة بأن أوقفت المفاوضات لحين انتهاء العمليات العسكرية، وأنها ستواصل ملاحقة واستهداف المتورطين في إطلاق الصواريخ وقيادات الجهاد قبل بداية المفاوضات. وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن بلاده تواصل مساعيها للتهدئة في قطاع غزة، لكنه أشار إلى أن تلك الجهود لم تؤتي نتائجها المرجوة. للوقوف على آخر مجهودات الوساطة المصرية تحديدا، ينضم إلي من القاهرة مراسل الحدث الزميل تامر نصرت. مرحبا بك تامر، ما الجديد؟ هل ربما يعني قفلت القاهرة وتركت الأمر ربما للساعات القادمة في ظل الرفض الإسرائيلي، أم أنها تواصل الحث والدفع تحديدا في إقناع تل أبيب بضرورة أن تدخل إلى هدنة؟ الجهود المصرية لم تتوقف يا سعد الدين في هذا الإطار على الإطلاق، وحتى أن الوسيط المصري بدأ يطلب من واشنطن التدخل لدى إسرائيل من أجل هذا، من أجل يعني بدء الهدنة أو بدء إجراءات بناء الثقة وصولا إلى الهدنة. بالفعل تحدث وزير الخارجية المصري صباح اليوم أو صباح الأمس بقى في هذه الحالة عن أن الجهود المصرية لم تؤتي ثمارها، ولكن حتى هذه اللحظة ما زالت الاتصالات قائمة. يدور التساؤل الآن حول لماذا أخذت كل هذا الوقت، ولكن من الواضح أن بالنسبة لإسرائيل التي طلبت أن أو التي أصرت على استمرار الهجمات واستهداف قادة الجهاد، من أجل ذلك يعني يرى من قبل العديد من المحللين أن وجود عدد من الشخصيات الإسرائيلية على رأس بعض الأجهزة الأمنية بصورة جديدة، يعني قادة جدد، ربما يكون هذا أمر يدفعهم إلى اتخاذ مواقف متعنتة على شيء أو تسويق أنفسهم داخليا للداخل الإسرائيلي في هذا الإطار. على الجانب الآخر الجهاد يعني يريد أن أو طلب بوضوح من الوسيط المصري أن تتوقف عمليات استهداف القادة، وبالتالي الجهاد أيضا يقوم بعمل الرشقات الصاروخية التي وصل منها ما وصل، وتم التصدي لأعداد أخرى أو للأعداد العظمى من هذه الرشقات، ولكن وصول أحد الصواريخ وسقوطها على منزل، هل يغير هذا من قواعد اللعبة أم لا، أو هل يغير هذا من التعنت الإسرائيلي في هذا الشأن؟ لأن
في النهاية فشل أو فشلت القبة الحديدية في التصدي لهذا الصاروخ، وفشلت المنظومات الأخرى التي يعني كانت إسرائيل تتيه بها مثل مقلاع داود على سبيل المثال في التصدي لهذه الرشقات. نعم، يعني أود أن أيضا تامر أن ننتقل معك فيما تبقى من وقت إلى مسألة المفاوضات. هنالك حديث على وصول وفد من الفصائل، حديث أيضا عن وفد مصري ربما يزور أيضا إسرائيل. هل تتوقف ربما هذه الجهود، أم هل هي إلى أي مدى مرتبطة بتحقيق موافقة الأطراف على وقف هدنة وبالتالي ربما المفاوضات، أم أن المسارين متوازيان؟ يعني المساران متوازيان بالفعل، ولا بد من عند الاكتمال هذه المفاوضات أن تكون هناك نوع من إجراءات بناء الثقة على أثرها تتوجه الوفود إلى إسرائيل على سبيل المثال. ليس لدينا تأكيد إذا ما كان الوفد المصري وصل إلى إسرائيل من عدمه، ولكن من المؤكد أن هناك اتصالات قائمة حتى مع الجهاد هنا في القاهرة، حتى مع يعني مع مسؤولي الجهاد في القاهرة. ولكن المسائل مترتبة على بعضها، يعني الوسيط المصري لديه من الخبرة في إيقاف مثل هذا القتال من قبل ما بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، بحيث أنه يعني هناك نوع من العملية التراتبية التي تحدث كإجراءات بناء ثقة يبنى عليها إلى أن نصل لوقف النار التام. من القاهرة مراسل الحدث الزميل تامر نصرت، شكرا على كل هذه المعلومات والإفادات. أبقى في القاهرة ومنها ينضم إلي الدكتور صبحي عسيلة، رئيس تحرير مجلة مختارات إسرائيلية. مرحبا بك دكتور صبحي. قياسا على التجارب النظيرة ربما على الفترات السابقة، هل نحن ربما بعد إشارة وزير الخارجية بشكل واضح إلى عدم يعني اكتمال ربما أو الحصول على ثمار من المجهودات التي تبذلها مصر في وقف لإطلاق النار، هل نحن أمام تصعيد الآن شامل أم أن هنالك مساحة أيضا ربما على الأقل إسرائيليا بعد ربما وصول مديات الصواريخ إلى مناطق أبعاد والحديث عن سقوط حتى ضحايا؟ لا يعني أستاذ سعد، أنا أتصور أنه طبعا التصعيد مستمر وهذا ما توقعناه، لأنه كل طرف من الطرفين المتصارعين دلوقتي إسرائيل وحركة الجهاد ما زال لديهم أو ما زال حتى هذه اللحظة لم يقتنع بأنهما حقق أهدافهما. هدف إسرائيل كان واضح تماما، وهو يعني محاولة لتقليم أظافر حركة الجهاد، إرسال رسالة واضحة جدا لحركة الجهاد ومن ثم لقطاع غزة أن الجيش الإسرائيلي موجود وجاهز وما زالت قدراته على الردع قائمة، وكل هذا الكلام الذي يعني حيك حوالين موضوع الجيش الإسرائيلي وحاجته إلى ترميم قوة الردع اللي موجودة لديه. ومن ناحية حركة الجهاد لم يكن متصورا أنها ستقبل هذه الصفعة دون أن ترد، وهي ترد والرد يأتي ببعض القتلى، هناك قتيل إسرائيلي يتفجر عنه الموقف في إسرائيل، ومن ثم الثمار لم تأتي حتى هذه اللحظة، وإسرائيل لم تقبل بالمقترح المصري حتى هذه اللحظة. ولكن أتصور أن الطرفين ليس لديهما أي بديل آخر غير الوسيط المصري الذي يتفاعل مع الموضوع منذ اللحظة الأولى، لأنه مصر يعني كما أشار حتى الأستاذ تامر نصرت طبعا لها خبرة طويلة في مثل هذه المسائل، وتحاول طول الوقت أن تقصر هذه الفترة. نحن نعلم جيدا أننا إن آجلا أو عاجلا سنصل إلى فترة تهدئة، إلى فترة وقف إطلاق النار، نحاول بقدر الإمكان أن يعني نضيق هذه المساحة أو هذه الفترة حقنا لدماء الشعب الفلسطيني الذي يدفع الثمن الأساسي في مثل هذه المواجهات، خاصة في ظل الآلة الإسرائيلية والتعطش الإسرائيلي وزاد بنيامين نتنياهو إلى أن يقول هنا. كنت أود أن أتوقف معك يعني برأيك، ومصر ربما من اليوم الأول أدانت وقالت أن إسرائيل تتحمل هذه المرة الدخول في هذا التصعيد باعتبار تنفيذ هذه العمليات عمليات الاغتيال، ولكن على مستوى الرأي الداخلي في إسرائيل ربما الانتقادات التي يواجهها نتنياهو، إلى أي مدى هو يريد أن يمضي في هذا التصعيد لتحقيق انتصارات أو ربما لسرقة الرأي الداخلي من مسألة القضاء والقوانين والتعديل إلى حالة اصطفاف معروفة ربما عند الرأي الداخلي في إسرائيل في حالات ربما الحرب والتصعيد؟
أستاذ سعد، خلينا نؤكد حقيقة ثابتة لدى نتنياهو ولدى كل القادة الإسرائيليين، الخوف، الخوف هو الشيء الوحيد أو أكثر الأشياء التي توحد الإسرائيليين والتي لا يمكن إزاءها أنك تسمع أي موقف آخر من الإسرائيليين. الخوف يدفع الإسرائيليين باتجاه اليمين، هذا ما حدث خلال 20-30 سنة الماضية، بل أنه 15 سنة أو الأكثر اللي حكم فيهم نتنياهو حكمهم بسيف الخوف وتخويف الإسرائيليين طول الوقت، سواء من الجبهة الملاصقة لهم وهي جبهة غزة والفلسطينيين أو من جبهة إيران. هذا الذعر الذي يحدثه نتنياهو للرأي العام الإسرائيلي، هو يعرف أنه يعني يجني ثماره بشكل أو بآخر. هو في هذه اللحظة مأزوم للغاية، ائتلافه مأزوم، يتعرض إلى ضغوط غير عادية من الائتلاف الحاكم، وأيضا يتعرض طبعا لضغوط بعد الانهيار في شعبيته، ولكن اليمين ما زال له الأولوية وما زالت شعبيته كبيرة، حتى وإن أظهرت بعض الاستطلاعات أن المعارضة تتقدم بعض الشيء. هذا التقدم ليس تعبيرا على أنه هناك معارضة في الشارع الإسرائيلي لما يحدث من جانب نتنياهو، ولكن تعبيرا عن استياء واضح جدا من بنيامين نتنياهو والأحداث الأخيرة في مسألة إصلاح القضاء أو القانون الذي قدمه. هم الآن يرون أن نتنياهو يتلاعب، وأنا شخصيا أقول أن نتنياهو يتواجر بالساحة الإسرائيلية، بالشعب الإسرائيلي، بالرأي العام الإسرائيلي لتحقيق مصلحة شخصية. إلى أي مدى يمكن أن يستمر في ذلك دكتور صبحي وفق قراءتك، إلى أي مدى يمكن أن يستمر في ذلك وأنت تتحدث عن الخوف، وصول ربما الرشقات الصاروخية إلى تل أبيب، السقوط ربما على بعد 100 أمتار من سيارة وزيرة، سقوط ضحية أيضا، هذا أيضا يشكل عامل ضغط آخر في حالات سابقة؟ يعني إلى أي مدى سيستمر نتنياهو؟ أنا أتصور أنه قادر على استمرار بهذه الصيغة. يعني خلال 10 سنوات 12 سنة الماضية نجح نتنياهو في هذا الاتجاه، وأنا أتصور أنه ما زال قادرا على النجاح في هذا الاتجاه. لاحظ حضرتك أن الرأي العام الإسرائيلي جرب المعارضة مع يائير لبيد، مع نفتالي بنت، وكانت النتائج يعني ليست أفضل حالا مما كان عليه نتنياهو، وقد يعني زايد نتنياهو أو استخدم هذا الموضوع فأنه لا بديل عن نتنياهو. ولاحظ أيضا حضرتك أن نتنياهو ظل يحكم إسرائيل بجانب موضوع الخوف بشعار أنه لا بديل. ما البديل لنتنياهو؟ إسرائيل مأزومة جدا سياسيا في هذا الموضوع، ونتنياهو يمسك برقاب الإسرائيليين على أنه لا بديل له، وأنه قادر على أن يحمي الفلسطينيين الإسرائيليين حتى مهما كانت الضغوط. وهو يقيد التلاعب حتى بحلفائه، يعني حتى حلفائه الموجودين في هذا الائتلاف في اللحظة الراهنة، إذا وصلنا إلى نقطة يعني افتراق تام مع هذا وأنه لابد أن ينتهي هذا الائتلاف، تأكد أن نتنياهو سيبادر بذلك وسيدعو لانتخابات مبكرة ويحمل كل التيارات الأخرى سواء المعارضة أو شركائه في الائتلاف هذه مسؤولية الوضع الذي وصل إليه، ليبقى أيضا هو وحيدا متفردا يقود إسرائيل بهذا الائتلاف اليميني الموجود. من القاهرة الدكتور صبحي عسيلة، رئيس تحرير مجلة مختارات إسرائيلية، شكرا على كل هذه الإفادات والقراءات. انتهت هذه الساعة، بعد قليل ساعة أخرى نلقاكم فيها ونناقش فيها العديد من الملفات. تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معها. إلى اللقاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. אין פה אף אחד. אין, נעליים. חבר'ה, הבניין מסוכן. הבניין מסוכן. אח שלי בוא. לא יודע איך להביא את המים. קח, קח מים, קח. יאללה, כמו מים. אם אתם רואים אנשים להתרחק. אני מזיז אותם, מוציא אותם. בוא, אח שלי בוא. הוצאנו אותם מהבית. אנחנו עושים שריקה. אין בעיה. ביי, ביי. תודה רבה.
باي باي. الخلاف الموجود بين الرئيس والاتحاد العام التونسي للشغل، هل فعلا اليوم الحوار منقطع؟ العشرات حرفوا أنفسهم، الحوار مفقود بين السلطة وبقية المجتمع. هل نحن أمام بوعزيزي آخر مع كل ما يحمله ذلك من دلالات؟ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نصلح أمور تونس وأن نذهب بها إلى البر الأمان بعقلية واحدة. نتمنى على رئيس الجمهورية أن يقدم برنامج. هل يجوز تحميل هذه الحكومة كل الأزمات الاقتصادية؟ جبهة الخلاص هي التي تتزعم حركة النهضة هي كانت السبب في الأوضاع التي وصلت إليها تونس اليوم. عدد من الصحفيين نفذوا اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان. بدائل التي ذكرها الرئيس قيس سعيد علينا أن نجدها في أقرب وقت ممكن، وإلا وقتها كل شيء وارد في تونس. حكومة إذا كانت الميزانية والخزانة فارغة كيف يمكن أن تنجح؟ العالم يتغير من حولنا بإيقاع، بتناغم، كل شيء متقلب، كل إبطاء يعقبه تسارع. ما هي أهمية هذه العملية العسكرية؟ فالمعلومات متغيرة في كل ثانية. دعني أبدأ بهذا العاجل الآن. فما تعرفه بالأمس يصبح ماضياً اليوم. Next year could bring a food supply crisis. Simply put, the world may run out of food. فلكي تبقى على اطلاع. طلب إيران بعدم التدخل أو طلبين من برلين ورسالة الحدث. هذه هي التفاصيل التي نشرت حتى هذه. لماذا برأيكم؟ الحدث تفاصيل حدوثه منذ البداية. الوجع لا يعرف هوية، الموت ليس له بوصلة، والحروب لا تترك خلفها إلا القصص. وأناسا بلا عناوين، تحول دائم، تتغير المعطيات فتختلف النتائج، نصبح على حدث ونمسي على آخر. ما يهمنا أن نبقى نقطة تواصلك مع الأحداث 24 ساعة، من مكان الحدث، من قلب الحدث، بالدقة والتفاصيل التي تهمك حتى تقوم بالقرار السليم. عليك أن تحصل على المعلومات الصحيحة. الحدث.
أطلق الجيش الروسي هجوما على مصنع أزوفستال الصلب آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في ماريوبل. محاولات كانت موجودة من طرف روسيا والقصف كذلك كان متواصل. روسيا مطالبة بأنها سيتم فتح الممرات الإنسانية لخروج المدنيين. حسب الوصف الأوكراني بأن المدنيون محاصرون في ماريوبل. ما هي خطورة تصريحات رئيس مجلس النواب واتهاماته بالتدخل الأمريكي المباشر في الحرب الأوكرانية؟ هذا الحرب ليس من أجل ناتو، هذه حرب توسعية روسية. كل هذه المعلومات هذا من صفة الحرب الإعلامية. القتال في المنطقة ما بين خاركوف وبين إيزوم يشتد. يتحدث زيلينسكي عن هجوم مضاد، هل يعني نقل ساحة المعركة من الداخل الأوكراني إلى الداخل الروسي؟ كل هذا التوتر ما بين موسكو والدول الغربية وبعض العواصم المنتمية لحلف الناتو، هل يعني بأن باب الحوار بات موصدا بشكل كبير؟ الجيش والدعم السريع يوقعان اتفاق مبادئ أولي في جدة لوقف لإطلاق النار ويؤكدان الالتزام بسيادة السودان ووحدته وحماية المدنيين. إسرائيل تؤكد استمرار عملياتها في القطاع والفصائل تتعهد بمواصلة إطلاق الصواريخ. هجوم جربة يلقي بظلاله الأمنية على تونس ويفتح الملفات المغلقة على حركة النهضة واختراقها للمؤسسات الأمنية. معركة الانتخابات التركية تشتد قبل ساعات من فتح الصناديق وملايين السوريين يترقبون نتائجها وانعكاساتها عليهم. أهلا بكم مجددا مشاهدينا إلى ساعتنا الإخبارية الثانية من الحدث، نبدأها بالتطور الجديد على الصعيد السوداني، حيث أكد الجيش وقوات الدعم السريع التزامهما الراسخ بسيادة البلاد والحفاظ على وحدتها ووضع مصالح السودانيين كأولوية رئيسة، وذلك خلال إعلان جدة الذي وقع عليه الجانبان كاتفاق مبادئ أولي للتهدئة مع ترحيبهما بمساعي أصدقاء السودان من أجل احترام القانون الدولي والإنساني. وأكد الجيش والدعم السريع الالتزام بضمان حماية المنشآت العامة والخاصة والمدنيين في جميع الأوقات والتمييز بينهم وبين المقاتلين، كما اتفق الجانبان على ضمان عدم استخدام نقاط التفتيش في انتهاك حرية تنقل المدنيين والجهات الإنسانية والسماح لجميع المدنيين بمغادرة مناطق الأعمال العدائية والمحاصرة. وأكد إعلان جدة كذلك التزام الطرفين بحماية احتياجات وضروريات المدنيين وفترات التوقف الإنسانية المنتظمة وأيام الهدوء حسب الحاجة. وأكد أيضا أن التوقيع هذا لن يؤثر على أي وضع قانوني أو أمني أو سياسي للأطراف الموقعة. وفي تصريحات خاصة للحدث لفت وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم إلى أنه لا يوجد حتى الآن أو لا توجد أرقام لحجم للدمار الذي لحق بمؤسسات الدولة جراء القتال، مؤكدا أن إعادة البناء ستحتاج إلى مشروع خاص، كما أعرب عن تفاؤله بأن سحابة الصيف ستنقشع قريبة. وأكد جبريل إبراهيم أن الوزارات انتقلت إلى بورت سودان لأن البنك المركزي يحاول العمل منها لتسيير أعماله. إلى متابعة آخر التطورات الواردة على الأرض بعد هذا الإعلام من الخرطوم، ينضم إلي الصحفي
الزميل عمار أبو شيبة. مرحبا بك عمار. إذن كيف هي الأصداء على مستوى ربما القوى السياسية أو حتى القوى المدنية أو حتى الشارع العادي، إن بدأت بعض التفاعلات تظهر بالنسبة إليك؟ أهلا بك أستاذ سعد وأهلا بالمشاهدين الكرام. نعم، هذا التوقيع المهم في هذا الوقت الحساس إعلان جدة يمكن أن نقول عليه بأنه توقيع غير هش بحسب أو ربما تلك الهدنة السابقة التي وقعت في الفترات السابقة كانت هشة لعدم وجود آلية لمراقبة تلك الهدنة. الآن هذا الاتفاق وضح عدد من النقاط المهمة جدا وبدأت حولها التفاهمات أو ربما التفاعلات بشكل كبير على مستوى الأسافير وحتى على مستوى عدد من القيادات. يعني هناك حديث في عدد من النقاط المهمة والتي جاءت ضمن ربما بنود هذا الاتفاق والتي هي فيما يتعلق بخروج المدنيين السمح لهم نعم. نعم، وهنا من المهم عمار يعني أن نرصد التفاعلات الناس إن بدأت حتى المواقف، يعني كنا نتحدث. نعم تفضل. نعم، بدأت الأسئلة هنا تتحول بشكل واضح. ماذا يعني خروج المدنيين؟ هل خروجهم ومن ثم تدور عمليات عسكرية في تلك المناطق ما يعني اللجوء والنزوح لعدد من المناطق؟ أيضا التفاعلات والتساؤلات تدور حول ما مصير القوات التي تتواجد في عدد من المقار ربما الخدمية كالمستشفيات أو حتى مقار بنكية أو حتى مقار مصرفية. أين ستذهب هذه القوات؟ ما مصير ربما أيضا عدد من الأسئلة؟ يعني هناك حديث حول ربما عودة عدد من الخدمات كالكهرباء والمياه من جديد، كيف يتسنى ذلك؟ وهناك إشارة إلى الخروج لمن ستعمل الكهرباء والماء طالما أن هناك خروج المدنيين من عدد من المناطق التي تدور فيها الاشتباكات. أيضا هناك من رأى في هذا الاتفاق قصيص أمل بأن يتطور بشكل واضح إلى عملية سلام أو اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل فوري، وربما هذا المفعول الفوري قد يتبلور في الأيام القادمة، وهذا يمكن أن نرصده إذا ما يتوقع عدد من المحللين في هذه اللحظات أن هنالك ربما خيوط اتصال بين الأطراف التي كانت في جدة والتي وقعت هذا الاتفاق في هذه الساعات. نعم. أيضا الأسئلة بدأت تتبلور بشكل واضح والتفاعلات حول أن قضية العمل الإنساني والصحي والطبي والعون ربما تتضح بشكل واضح، خاصة وأن هناك معاناة كبيرة جدا لعدد كبير من الشرائح التي تعاني من أمراض مزمنة وحتى مرضى غسيل الكلى التي لا تتوفر لهم أبسط المعينات كالمياه في عدد كبير من المراكز التي تحاول أن تعمل رغم الوضع الصحي الصعب. أيضا هذا الخبر ربما يشير إلى نقطة تحدث فيها وزير المالية جبريل إبراهيم قبل قليل، وهو الذي تحدث من بورت سودان للعربية والحدث بأن البنك المركزي وحتى وزارة المالية تحاول أن تعمل من بورت سودان بولاية البحر الأحمر، وهنا إشارة مهمة ربما أن الحكومة أو السلطة التي كانت موجودة والقائمة الآن تحاول أن تجد مكان بديل. نعم. العاصمة الخرطوم طالما أن هناك اتفاق لممرات إنسانية لا اتفاق لوقف النار الدائم، يعني ربما نشوب حروب في هذه المناطق، ولذلك ربما تعمل الدولة من هناك، وهنا إشارة لخروج المدنيين من هذه المناطق. نعم، ربما هذه النقطة عمار تحتاج إلى توضيح بالفعل، لأنه من الواضح أن الجميع تلقفها والتقطها في إطار كأنما إخلاء ربما المسرح العمليات عمليا في العاصمة الخرطوم، وإلى أي مدى هذا منطقي بالكثافة السكانية التي تعلم أنت للعاصمة الخرطوم؟ ميدانيا كيف يمكن قراءة الوضع؟ يعني يمكن تعودنا أن تهدأ وتيرة المعارك ربما في هذا التوقيت بالذات، ولكن هل أثر لمسألة هذا الإعلان على الهدنة؟ هل الآن بالفعل الهدوء هو سيد الموقف من عندك؟ نعم، منذ ساعات سعد وفي خروجنا لأكثر من مباشرة العربية والحدث كنا نتحدث عن أن العمليات العسكرية اليوم في الخرطوم شهدت تراجعا واضحا باستثناء مناطق معينة كمنطقة شمال البحري أو جنوب أمدرمان، وربما الجيش استطاع أن يحرز نصرا في عدد من المناطق، وهذه تشكل له تعزيزا استراتيجيا وحتى دفعة معنوية قوية للمضي قدما في توقيع هذا الاتفاق. وأيضا قوات الدعم السريع بثت عدد من الفيديوهات لتواجدها في الأحياء كعدد من المناطق خاصة شرق النيل أشارت إليها المواقع الخاصة بها، ربما عملية الدافع المعنوي والتحفيز لعدد من الجنود، وباعتبار أن
الذين يوقعون على الاتفاق وهم ربما مزيج ما بين العسكريين والدبلوماسيين، وهنا إشارة مهمة باعتبار القيادات في جدة لا تنفصل عن القيادات الميدانية الموجودة هنا في مناطق الصراع أو النزاع أو العمل العسكري. الاشتباك في هذا اليوم لم يكن عنيفا كما كنا نشاهده في الأيام الماضية أو حتى الأمس. هذا الاشتباك كان قليلا في عدد من المناطق، وأشرنا إلى عدة مرات بأن عدد من طائرات الجيش كانت تحلق في السماء لم ترد عليها مضادات حيوية. ربما هنالك إشارة للقيادات الميدانية المتواجدة على الأرض من القوتين باعتبار أن طائرات الاستكشاف ترصد ربما المواقع، وهذا نعم عمار، وربما لأن مؤشرات التوقيع منذ الأمس كانت تلوح في الأفق أنه في خلال ساعات قليلة ربما أثر هذا على المشهد الميداني. نعم أنا أكتفي معك عمار بهذا القدر، وأنت دائما حاضر معنا في المتابعة وقراءة الوضع من على الميدان، الصحفي الزميل عمار أبو شيبة، شكرا على كل هذه الإفادات. وإلى متابعة آخر التطورات الواردة من غزة، حيث هاجمت إسرائيل مواقع عديدة في القطاع جوا وبالمدفعية وسلاح البحرية لليوم الثالث على التوالي. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع أعداد الضحايا إلى 29 قتيلا و93 جريحة. أما الفصائل الفلسطينية فردت بسلسلة من الرشقات الصاروخية تسببت في أضرار مادية في إحدى المستوطنات قرب عسقلان، وخلفت قتيلا وعددا من الإصابات في مدينة رحفوت وسط إسرائيل، في حين يجري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو أجرى بالفعل جلسة تقييم أمنية بمشاركة وزير الدفاع ومستشار الأمن القومي وقادة الجيش والأجهزة الأمنية. في سياق متواصل أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف القيادي في حركة الجهاد أحمد أبو دقة وتصفيته بعملية مشتركة مع جهاز الشبك، واصفا إياه بنائب قائد الوحدة الصاروخية في الجهاد، وأنه لعب دورا مركزيا في عمليات إطلاق الصواريخ في الأيام الأخيرة وخاصة نحو مدينة سيدروت، كما كان مسؤولا عن إدارة الوحدة الصاروخية للحركة. من جانبه أكد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين أن تل أبيب ستحاسب كل من لطخت يداه بدماء الشعب الإسرائيلي على حد قوله، فيما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن العملية العسكرية لا تزال مستمرة سواء في الهجوم أو الدفاع، مشيرا إلى أن إسرائيل سترد على مطلق الصواريخ ومن يحل محلهم. وبدوره أكد الناطق باسم إسرائيل القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد أنهم مصممون على صد العدوان ومستعدون لتوسيع دائرة النار مهما طالت المعركة ومهما كلف ذلك. في وقت سابق من صباح اليوم قمنا باغتيال قائد مجموعة صواريخ الجهاد في غزة، والآن منذ فترة وجيزة اختلنا نائبه أيضا. أي شخص يأتي ليؤذينا لن يجني سوى الدم على رأسه هو ومن يحل محله. نحن في منتصف المعركة في الهجوم والدفاع، وسنواصل التقدم لحماية سمائنا وحياة مواطنينا. إننا في سرايا القدس والمقاومة الفلسطينية أمام هذه الدماء والتضحيات، وفي ضوء هذا الرد المبارك من خلال الإجماع الوطني الكبير والالتفاف الشعبي العظيم وبعمقنا العربي والإسلامي، مصممون على صد العدوان ضمن عملية ثأر الأحرار البطولية، ونؤكد من جديد وعبر الميدان إثباتنا لفشل سياسة الاغتيالات والتزامنا التام بالوفاء لدماء الشهداء ورد العدوان. وعلى العدو أن يعلم أننا حاضرون وجاهزون لتوسيع دائرة النار أكثر فأكثر
مهما طالت المعركة ومهما كلفنا ذلك من ثمن. للوقوف على آخر التطورات الميدانية في غزة ينضم إلي من هناك الصحفي الزميل أحمد حرب. مرحبا بك أحمد. نتابع معك قبل قليل كنا يعني نتناقل أخبار ربما عن مواصلة الاستهداف للمباني السكنية تحديدا، ربما كما أشار الزميل أيضا محمد عوض إلى تل الهوى تحديدا وبعض الشقق السكنية. هل ما زالت هذه الاستهدافات متواصلة من قبل إسرائيل؟ وفي المقابل هل ما زالت الرشقات الصواريخ أيضا تطلق من القطاع نحو المستوطنات في إسرائيل؟ نعم زميلي سعد، مساء الخير أو صباح الخير. يعني الغارات الإسرائيلية ما زالت مستمرة على قطاع غزة في كافة مناطق القطاع من شماله إلى جنوبه. الغارات تركزت على أراضي زراعية فارغة سواء في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع أو في دير البلح وسط القطاع، وأيضا في وسط القطاع في مخيم النصيرات كان هناك استهداف لأرض زراعية فارغة. هذا الاستهداف أسفر عن قتيل وعدد من الإصابات وصلت إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع. حتى هذه اللحظة الغارات الإسرائيلية مستمرة. كان هناك أيضا استهداف منزل يعود لعائلة دغمش، وأيضا خلف هذا الاستهداف للمنزل في تل الهوى عند مفترق المالية وسط مدينة غزة قتيل وعدد من الإصابات. نتحدث عن أن الغارات الإسرائيلية ما زالت مستمرة. أيضا طائرات الاستطلاع الإسرائيلي منتشرة في كافة سماء قطاع غزة في من شماله إلى جنوبه. أيضا الطيران الحربي لا يفارق سماء قطاع غزة. نتحدث عن إطلاق الصواريخ. يمكن القول أن في الساعتين الماضيتين كان هناك انحسار من خلال إطلاق الصواريخ باتجاه المستوطنات والبلدات المحاذية للقطاع، ولكن ربما هذا يشير إلى أن هناك مصادر أو أحاديث إعلامية تقول بأن هناك اختراق نسبي فيما يتعلق باتفاق وقت إطلاق النار خلال الساعات القادمة، ولكن حتى هذه اللحظة كل هذه أحاديث إعلامية لا يمكن البناء عليها أو تبنيها بشكل رسمي. وبالتالي يعني ما هو التفسير لانحسار وتيرة إطلاق الرشقات الصاروخية؟ هل هو يمكن أن يكون في إطار التكتيك الذي ربما دخلنا إليه حتى في التعاطي وفي الرد من قبل الغرفة المشتركة؟ يبدو أنها تتخذ أساليب جديدة مبنية على عنصر المفاجأة وربما حتى حرق الأعصاب أو غيره كما كان يشار. نعم، يعني الفصائل الفلسطينية وبالتحديد حركة الجهاد الإسلامي منذ اليوم الأول على العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة ومن خلال عملية الاغتيال هي بقيت 36 ساعة لم ترد على عملية الاغتيال لقادتها الثلاث، وبعد ذلك ظهر الأربعاء قامت بإطلاق وابل من الصواريخ باتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع، ووصلت هذه الصواريخ إلى مدينة تل أبيب. بالتالي يعني حرب الاستنزاف التي استخدمتها الفصائل الفلسطينية وحركة الجهاد الإسلامي مع الجيش الإسرائيلي وإسرائيل، وأبقت المستوطنين في حالة إخلاء من المستوطنات المحاذية للقطاع. كان هناك شلل يعني شبه تام للحياة في إسرائيل، وفتحت الملاجئ في تل أبيب. هناك إسرائيل فتحت أكثر من 240 ملجأ في تل أبيب من أجل يعني التحصن فيه للمواطن الإسرائيلي. فبالتالي الشلل العام هذا يعني لا يحتمله المواطن الإسرائيلي أو الحكومة الإسرائيلية. فبالتالي حرب الاستنزاف هي كانت أحد التكتيكات التي استخدمتها حركة الجهاد الإسلامي ومعها الفصائل الفلسطينية خلال هذا التصعيد أو هذه الجولة. نعم. حتى الآن على الأرض التصعيد قائم، التوتر سيد الموقف في القطاع، على الرغم من أن ربما يعني هناك يعني تفاوض بالنار ورد النار، وايضا هناك تفاوض دبلوماسي يجرى في القاهره مع وفد حركه. لكن ربما نحن دخلنا الى اليوم الثالث وربما الحركه ايضا في القطاع تاثرت كثيرا، ما يعني كيف يبدو الوضع في ظل ربما يعني توقف الاسواق والمحال التجاريه مع ربما معاناه المنظومه الصحيه اصلا في غزه؟
نعم نعم زميلي، يعني الحياة العامة والمرافق العامة في قطاع غزة هي معطلة، المدارس، الجامعات، المرافق الحياتية، المؤسسات العاملة هي معطلة، وبالتالي هذا يؤثر على المواطن الفلسطيني في القطاع وعلى سكان القطاع، وهذا أيضا يؤثر إغلاق المعابر مع قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي، معبر كرم أبو سالم المعبر التجاري الوحيد مع القطاع، نتحدث عن معبر إيرز، نعم عملية القطاع المعبر الذي يعني يستخدم للأفراد وتنقل المرضى، يؤثر على الحياة العامة، وأيضا القطاع يعاني من أزمات يعني متكررة إنسانية واقتصادية واجتماعية، خاصة ونحن نتحدث عن حصار إسرائيلي منذ 16 عاما. معبر كرم أبو سالم يدخل من خلاله الوقود المخصص لتزويد محطة الكهرباء التي تمد قطاع غزة بالكهرباء، وبالتالي إغلاقه ومنع دخول هذه الكميات من السولار إلى محطة التوليد سوف يدخل قطاع غزة في ظلام دامس، وأيضا يؤثر على القطاع الصحي الذي يحتاج إلى كهرباء بشكل دائم وبشكل مستمر. المستشفيات في القطاع هي تعاني وتقول أن كميات الوقود المتوفرة لديها هي لعدة أيام، إن لم يدخل هذه الكميات من السولار بالشكل المعتاد سوف نكون هناك أزمة كبيرة في المستشفيات، وخاصة أن الإصابات الإسرائيلية مستمرة، وأيضا الإصابات تصل المستشفيات فيدخل المستشفيات في أزمة، وخاصة وهي تعاني من نقص حاد في المستلزمات الطبية. من غزة الصحفي الزميل أحمد حرب، شكرا على كل هذه المعلومات. والآن مغاربيا مشاهدينا إلى تونس، حيث لا تزال تداعيات اعتداء جربة قبل أيام تلقي بظلالها الأمنية على البلاد. وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم كشف وزير الداخلية كمال الفقي أن منفذ الهجوم على الكنيس اليهودي في جزيرة جربة كان ينوي الإيقاع بأكبر عدد من الضحايا قبل أن ترديه قوات الأمن. وأشاد الوزير بسرعة تعامل قوات الأمن مع المهاجم، داعيا العناصر الأمنية إلى مزيد من التأهب والاستعداد لإحباط أي محاولة أخرى قد تمس بأمن البلاد، كما أكد تماسك مختلف أجهزة الدولة للتصدي لأي عملية إجرامية، مشددا على أن تونس ستبقى آمنة رغم ما وصفه بالمحاولات اليائسة. الغريب اليهودي في جزيرة جربة جنوب شرق تونس أعاد مسألة اختراق المؤسسات الأمنية من قبل حركة النهضة، أعاده إلى الواجهة. فالعملية نفذها عنصر أمني متشدد دينيا كما عرفته بعض وسائل الإعلام التونسية، وهذه الحادثة دفعت بعدد من أعضاء البرلمان وأحزاب ومكونات المجتمع المدني التونسي للمطالبة بحماية المؤسسات الأمنية بل وتطهيرها من العصابات الإرهابية التي اخترقتها، ومن بينهم النائبة في البرلمان فاطمة المسدي، والتي طالبت بحل حركة النهضة وتصنيفها كتنظيم إرهابي لاختراقها المؤسسات الأمنية على حد تعبيرها. أما حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد فاتهم بدوره النهضة بالتحريض على تصفية أمينه العام المنجي الرحوي، وذلك على خلفية إعلان حركة النهضة مقاضاتها لأمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين، محملة إياه مسؤولية ما اعتبرته ادعاءات كاذبة وتحريضا على الحركة ومنتسبيها. بيان النهضة هذا أتى كرد على حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد الذي اتهم بدوره النهضة بالوقوف وراء هجوم جربة، حيث اعتبر الحزب أن نشر الإرهاب في تونس تزامن مع صعود النهضة إلى الحكم في عام 2011، وذلك عبر اختراق أجهزة الدولة وتشكيل عصابات أمنية موازية وتنصيب نقابات أمنية موالية للحركة، إلى جانب إغراق تونس بالسلاح والمال الفاسد. وأعاد هجوم جربة كذلك للواجهة مسألة اختراق المؤسسة الأمنية من قبل النهضة خلال حكمها، حيث كشف النقابي الأمني عصام الدردوري أن منفذ الهجوم وهو عنصر أمني معروف بتطرفه كان يعتزم سابقا السفر إلى سوريا ولم يخضع للتدقيق المعمق خلال التحاقه بالجهاز الأمني بسبب سياسة التمكين التي انتهجتها النهضة للانقضاض على مؤسسات الدولة. الأمنية ذي يعني معلوم
أنه من الأمنيين اللي معروفين بالتشدد الديني، والوحدات المختصة في مكافحة الإرهاب تحررت معاه في هذا السياق، ومحل متابعة يعني تخدم عليه بامال دفوا تقارير كذا مشيت على أساس أنه السيد معناها سواء في علاقات وفي كذا في علاقة تواصل ومجموعات تكفيرية وكل دونك يتبنى الفكر التكفيري معناها هو موجود يمارس في المهنة متاعه عادي، وهنا بوان دانتروغاسيون باش تتحل. من العاصمة التونسية ينضم إلي المحلل السياسي الأستاذ منذر ثابت. مرحبا بك دائما أستاذ منذر. يعني ربما القرائن بأن مسألة الحادثة في الجربة تفتح ملف أصلا كان حاضرا، ولكن ربما الآن هذا بالضرورة يحث على مزيد من التدقيق ربما ومعالجة هذا الملف حول هذه الاختراقات الأمنية في فترة حكم النهضة من قبل عناصرها، خاصة أن منفذ هذه العملية معروف وموصوف بالتشدد وكان ينوي السفر إلى سوريا ولم يتم ربما التعاطي معه حتى بعد إجراءات 25 يوليو. هو في الواقع أكثر من ملف في ملف واحد. ملف الإرهاب يفسح المجال للبحث في أولا موضوع الأمن الموازي، قضية مصطفى خضر المنسوبة إلى حركة النهضة. المسألة الثانية على نميز بين الأمن الموازي والاختراق، محاولة توظيف وتجنيد عناصر من داخل الجهاز الأمني الرسمي، إضافة إلى ملف التسفير، لأنه في ملف التسفير هنالك الباب الدوار أيضا العائدين من بؤر التوتر والخلايا النائمة. يعني ملف الإرهاب ملف متشعب، فيه المعطى الداخلي، التصنيع الداخلي للإرهاب والتصنيع الداخلي للتطرف والتعصب منذ 2011، وعملية ضرب المنظومة المختصة في مقاومة الإرهاب، المنظومة الموظفة تحت عنوان أمن الدولة أيام النظام السابق. استهداف هذا الجهاز ترك فراغ داخل الجهاز الأمني، السعي بعد ذلك إلى استبداله تدريجيا، أولا أمن موازي يراقب الجهاز الرسمي بعد إضعافه، ثم بالطبع تعويض هذا الجهاز ببدائل من خلال الانتدابات. ما طرح اليوم في البرلمان له وجهته، يعني بعبارة أوضح أن سعي حركة النهضة لما كانت في الحكم إلى استبدال الجهاز الجمهوري أو الجهاز المحايد المحترف بجهاز موالي عملية تمت بالفعل من خلال أجهزة بديلة، لكن أيضا من خلال حماية نقابات موالية وداعمة للحركة، لكن أيضا من خلال الضربات المتتالية لعملية تصفيت الكوادر. يعني لو نظرنا في القيادات الميدانية للجهاز الأمني لوجدنا أن معدل 3 تغييرات سنويا تقريبا 3 تغييرات، بما يضعف الجهاز في مستوى الخبرة، بما يضعف الجهاز في مستوى الذاكرة أيضا القيادي الذي لا يمتلك. وبالتالي هل نحن نتحدث أستاذ منذر عن نتائج لسلوك فترة حكم النهضة، أم من حيث التوقيت هذه الحادثة يمكن أن يكون هنالك أمر مقصود به تحقيق أهداف في الراهن السياسي الآن يعني في تونس؟ واضح أن ثمة شيء ما اشتغل لتفعيل هذا العنصر منغمس أو مرتبط بخلية نائمة أو له قيادات في الخارج. يعني يمكن أن نتخيل أن نتصور جملة من الفرضيات، أن يكون على اتصال بغرفة عمليات من خارج تونس من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، أو أن له أيضا ارتباطات داخلية. على كل ما ذهبت إليه وزارة الداخلية من تكتم حول هذا المعطى له وجهته، باعتبار أن لو سلمنا بأن هنالك اختراق ضخم للجهاز لقلنا بأن هذا الاختراق يحتاج التعاطي بشيء من السرية وشيء من الحذر لكي لا نذهب إلى سيناريوهات يعني تآكل الجهاز من داخله أو حالة من التوتر والاحتقان داخل
الثكنات الأمنية. علينا أن نفهم بأن التعاطي مع الملف الأمني هو التعاطي حذر إذا ما تعلق الأمر باختراقات بحجم كبير واختراقات انصحها التعبير يعني بمستويات كمية عليا وضخمة. يعني واضح أن هنالك متابعة وواضح أن هنالك تعقب لعناصر إن وجدت داخل الجهاز. هذا يتم بصمت، لا يتم بسخب الإعلام أو تسليط الضوء المفاجئ على عناصر قد تكون. وبالتالي هذا يمكن هل أن يؤثر أو أن يسرع وتيرة المحاكمات لضلوع النهضة إن كنا نتحدث عن ملف التسفير أو حتى ربما قضية سترينجو أو ربما مسألة اختراق الأجهزة الأمنية هذه، هل يمكن أن يفتح هذا كملف قضائي؟ لا، بكل تأكيد، بكل تأكيد أن هذه عناصر مترابطة ومتقاطعة كما قلت، أكثر من ملف تحت عنوان الإرهاب وتحت عنوان الأمن الموازي وتحت عنوان الاختراق وتحت عنوان التسفير، وأيضا الملف الذي لا يزال إلى حد الآن يعني ملفوف بشيء من الغموض هو ملف العائدين بؤر التوتر. مصيرهم، من يشرف على هذا الملف، في أي سياق يوضعون، هل هم موضوع متابعة؟ يعني كل هذه الأسئلة هي في آخر الأمر تصب في المحصلة في هذا العنوان، ملف الإرهاب وملف الاختراق والتجنيد، وبكل تأكيد له علاقة مباشرة وفق كل العناوين يعني منذ الثمانينات إلى نظام بن علي إلى ما بعد 14 جانفي، نفس الشبهات تلاحق حركة النهضة. هذا ليس محض مصادفة، لابد من أن نؤكد هذا بكل موضوعية بكل حيادية، أن نفس الشبهات نفس الاتهامات. هذا دليل أن ثمة علاقة ما بين التقليد الموروث عن حركة الإخوان والعنف السياسي. هذا أمر لابد من أن ينظر إليه يعني كجزء من إشكالية الإسلام السياسي. نعم، المحلل السياسي ضيفي من تونس الأستاذ منذر ثابت، أشكرك على كل هذه القراءات. هذه الساعة مستمرة مشاهدينا، وفيها بعد الفاصل. بعد التحذيرات من عودة شبح الإرهاب، الجيش الجزائري يعلن مقتل أحد ضباطه في اشتباكات مع مجموعة مسلحة شمالي الجزائر. يواصل إيرانيون انتفاضتهم ضد النظام في الشوارع والجامعات. ما هي سيناريوهات الشارع المنتفض على سلوك حكومته في الأيام المقبلة؟ كان جواب الحكومة الرصاص والقتل للمتظاهرين البلوش. خامنئي عاجز، هل يؤيد الناس أم يؤيد بلطجيته؟ ما الذي تغير بانضمام منطقة الأحواز للمظاهرات؟ الأزمة كشفت عن ضعف الخطاب التقليدي للنظام. المتظاهرون بدأوا بالتجمع هنا في ساحة الجمهورية تضامنا مع قضية الشابة مهسا أميني. الدور الخارجي، هل يمكن أن يغير شيء في الداخل الإيراني على المستوى الأمني أو السياسي؟ هل كل ذلك يضمن بأن يكون مصير هذه الاحتجاجات مختلفاً هذه المرة؟ حالة الإنكار التي يعيشها النظام الإيراني هي الفخ الذي ينصبه لنفسه. يوجد هناك السياسي لدى هذا النظام. هل يمكن لهذه التظاهرات أن تصمد أمام هذا القمع من قبل النظام الإيراني؟ يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم، أوجاعهم، أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث. الخبير الأمني، مرحبا بك أستاذ أحمد. هل ربما الارتباط مباشر بين هذه العملية في سميسليت أم
بالتحذيرات التي أطلقها قائد الجيش سابقا، ربما أيضا أشارت إليها مجلة الجيش، عن هل نحن نشهد ربما بداية عودة حقيقية لبعض التنظيمات المتطرفة الإرهابية لممارسة أنشطتها؟ مساء الخير، تحية طيبة إليكم. لا، في الحقيقة علينا أن نفصل بين المسألتين. نحن الآن لسنا أمام حالة أو مؤشر عودة التهديد الإرهابي في الجزائر، وإنما نحن أمام استمرارية الحرب على الإرهاب واجتثاث بقايا الجماعات الإرهابية. لأنه إذا ما أردنا أن نحلل الحادث سواء كان من حيث المكان والزمان، فنحن نتحدث على أن هذه المنطقة هي من بين النقاط التي تعتبر النقاط التي تتواجد فيها بقايا الجماعات الإرهابية، وبدليل بأن لماذا؟ هل لديها حاضنة أم ربما التعقيدات الجغرافية، تلال ومزارع وأشجار وغابات قد تساعد؟ لا، نتحدث على أنها مناطق جبلية وفيها كذلك كثافة غابية وفيها كذلك كهوف وسلسلة كهوف تأخذك من منطقة إلى منطقة أخرى، وبالتالي نحن نتحدث على نقاط سوداء. وقلت بدليل بأن الحادثة وقعت في إطار عملية بحث وتمشيط قام بها الجيش الوطني الشعبي، وبالتالي هو يدرك بأن هناك إمكانية رصد لمجموعات إرهابية، وبالدليل كان فيه رصد لوجود عناصر إرهابية وتم الاشتباك مع هذه العناصر. وأعتقد بأن المحصلة هو إلقاء القبض على 4 عناصر من هذه المجموعة. ربما من ناحية ثانية المفارقة هو أنه في العناصر 4 الذين تم توقيفهم تقريبا عنصرين تم تحديد تاريخ التحاقهم بالجماعات الإرهابية وهو 2016. هذا يمكن أن يكون مؤشر يجب أن يخضع لقراءة وكذلك إعطاء بعض الأبعاد، لكن ليس في إطار قراءة بأن هنالك عودة التهديد الإرهابي أو أن نربط هذه الحادثة بالخطاب السابق للسيد فريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أو ما ورد في افتتاحية مجلة الجيش. نحن نتحدث صحيح بأن السياقات والمؤشرات هنالك خطابات متطرفة بدأت تعود للواجهة، هنالك بعض التصرفات في إطار إحياء ممارسات تجاوزها الزمن ومر عليها أكثر من 3 عقود، لكن لما نأتي إلى هذه العملية لا يمكن أن نقوم بعملية إسقاط، وإنما نحن نتحدث على استمرارية في عملية مكافحة الظاهرة الإرهابية واجتثاث العناصر الإرهابية. يعني الإشارة كعنوان لظاهرة الإرهابية أو مجموعات إرهابية أو منظمات إرهابية في الجزائر، هل هي مطلقة كذلك أم هنالك مسميات لتنظيم ولها قادة ولها منابع يمكن التعاطي معها، أم نحن نتحدث عن السلوك من قبل الجزائر هذا التوصيف، يعني فقط منظمات إرهابية أو جماعات إرهابية أم لها انتماءات وقيادات معروفة؟ لا، نحن نتحدث على تنظيمات لها توصيفها، لها كذلك هيكلها، لها كذلك خلفياتها، ولها كذلك الإطار الذي بموجبها يتم تصنيفها كجماعات إرهابية. و بدليل بأن وجود هذه العناصر في مثل هذه الأماكن المعزولة والمناطق الجبلية وهي تمركزات تقليدية للجماعات الإرهابية سواء كان بلبسهم أو حتى كذلك بسلوكاتهم أو حتى كذلك بالأدوات المستخدمة، هو يدل على أنها عناصر إرهابية. بدليل نحن نتحدث على أن العناصر الذي تم توقيفهم كانوا يحملون أسلحة بأنواع مختلفة، وهي تلك الأسلحة التي تقليديا يتم حجزها مع العناصر الإرهابية. فبالتالي هو ليس عنوان يطلق هكذا فقط، وإنما نفرق بين العصابات الجريمة، بين مجموعات التهريب، وبين كذلك العناصر الإرهابية التي تنتمي إلى تنظيمات إرهابية مصنفة في الجزائر بأنها تنظيمات إرهابية، وعلى المستوى الدولي والعالمي كذلك مصنفة باعتبارها أنها تنظيمات إرهابية. من الجزائر العاصمة الأستاذ أحمد ميزاب الخبير الأمني، أشكرك على كل هذه الإفادات والقراءات. هذه الجولة الإخبارية مستمرة وفيها بعد الفاصل.
محرم إنجا ينسحب من السباق الرئاسي قبل 3 أيام فقط من موعد الانتخابات التركية. ما يتم الآن هو رسم خطوط لهذا التماس. قد عزز الجيش السوري والقوات الروسية وجودهما. روسيا لن تنسحب من سوريا ولكن الآن تعيد إعادة تموضع. هنا قبالة مدينة عين العرب هدوء حذر في الجانب التركي. موقف وزير الخارجية الروسي هو ضوء أخضر. هل فعلا تركيا ستبدأ بهذه العملية العسكرية؟ تستجيب قسد بشكل جدي للتهديدات التركية. هناك قوات سورية تسيطر ومدعومة من قبل الروس. النظام مستعد أن يقسم سوريا كلها حتى يبقى موجود. أمام أي خيار الحكومة الإيرانية الآن؟ هناك عشرات من مهجري عفرين التي تسيطر عليها القوات التركية. هي حرب صمت من يصمت أكثر عن تصرفات أنقرة في الشمال السوري. من سيكون داعم لقوات سوريا الديمقراطية في هذه المعركة؟ ماذا عن النظام ودور النظام؟ نتحدث هنا عن أراضي سوريا. الآن وفي كل مكان من العالم وفي كل وقت حدث يغير شيئاً ما في حياة أناس، في قرارات قادة، وفي مصائر دول، لأن لكل خبر تداعياته. تابع الحدث في مكانه وزمانه. أهلا بكم من جديد إلى تركيا، حيث أكد المرشح الرئاسي المعارض كمال كليتشدار أوغلو أكد أنه سيفوز بالانتخابات في الجولة الأولى معولا على فئة النساء والشباب لحسم سباق الانتخابات التركية. طلب كليتشدار أوغلو مناصريه بالابتعاد عن أعمال الشغب في حال تعرضوا للاستفزازات. من جانبه ركز الرئيس رجب طيب إردوغان على دعايته الانتخابية في الساعات الأخيرة على الأكراد، وقال إن حكومته بذلت جهدا كبيرا للتأمين حقوقهم. وفي السياق وعلى إثر فضيحة جنسية، أعلن مرشح الانتخابات الرئاسية محرم إنجا أعلن انسحابه من السباق الانتخابي قبل 3 أيام من الانتخابات، مشيرا إلى تزايد الضغوط والاستفزازات المختلفة ضده والاتهامات والمعلومات المضللة، في حين اتهم المرشح كمال كليتشدار أوغلو روسيا بتحمل مسؤولية الوقوف وراء فضيحة الشريط الجنسي الذي أطاح بمحرم إنجا، وحذرها في تغريدة له من التدخل في الشؤون الداخلية التركية. تتقلص خيارات الناخب التركي ويحتدم السباق في معركة انتخابية ربما تكون هي الأصعب في تاريخ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. فهذا محرم إنجا زعيم حزب البلد يرفع الراية البيضاء وينسحب من السباق الانتخابي قبيل أيام من الاقتراع. أسحب اسمي من الترشح للرئاسة وأنسحب من السباق. أنا أفعل ذلك من أجل بلدي. حاولت توفير قناة جديدة للناخبين لكنني فشلت. عندما تخسر المعارضة في الانتخابات سيلوموننا، فلن نعطيهم أي أعذار. أريد تصويتاً من كل بيت لحزب الوطن، ولكنني أنسحب من الترشح للرئاسة. أما المرشح عن تحالف الأجداد سينان أوغان فما زال يواصل نضاله حتى النهاية ونفى الشائعات عن تمهيده للانسحاب. فيما يواصل زعيم حزب الشعب كمال كليتشدار أوغلو المنافس الأبرز لرجب طيب أردوغان برنامجه الانتخابي الذي عرف ببساطته، واتخذ من تحسين الواقع المعيشي نقطة بداية وارتكاز لسياسته. أما أردوغان المحارب للفوز بعقد ثالث لحكم البلاد فوعد بجمهورية منفتحة على العالم أجمع. وبين من يعد بجعل تركيا قوية منفتحة وبين من يدعو لجعلها ديمقراطية، يبقى الفصل بيد الناخبين الذين
ستحدد أوراق اقتراعهم اسم الرئيس المقبل لتركيا. سلام المحاميد، العربية. ويترقب ملايين السوريين في تركيا وحتى في سوريا ما ستحمله الانتخابات التركية المقبلة وسط مخاوف يعيشونها من انعكاساتها عليهم في ظل تلويح الأحزاب التركية بملف اللاجئين في حملاتهم الانتخابية. يترقب محمد الانتخابات التركية وسط مخاوف يعيشها كباقي اللاجئين من انعكاسات قد تؤثر على لجوئهم ووجودهم في تركيا، وذلك مع تلويح الأحزاب التركية بملف اللاجئين في حملاتهم الانتخابية. من الوقت الحالي في حالة ترقب وغير مسبوقة بصراحة نتيجة الانتخابات التركية. تعرف نحن صرنا ورقة ضغط لجميع الأحزاب التركية سواء سيطرة الأحزاب المعارضة أو سيطرة حزب العدالة والتنمية، ففي هون في عندك عودة طوعية وعودة إجبارية، وحاليا عايشين حالة ترقب نحن وجميع السوريين، في خوف، في خوف مو طبيعي، الناس خايفة ترجع لسوريا. الخلاف التركي التركي حول التعامل مع ملف اللاجئين السوريين ليس وليد اليوم، فقد ازدادت حملات التحريض على السوريين في الفترة الماضية من قبل شخصيات وأحزاب مختلفة. لم يفصل الجدار الحدودي مع تركيا مخاوف السوريين من انعكاسات الانتخابات التركية عليهم، فاللاجئون في تركيا والنازحون في الشمال السوري يحبسون أنفاسهم لمعرفة ما إن سيتغير حالهم بعد الانتخابات. يرى السوريون في الشمال السوري أن نتائج الانتخابات التركية لابد أن تنعكس على الملف السوري بشكل عام وليس على وجود اللاجئين في تركيا فحسب، كعلاء الذي يترقب نتائج الانتخابات وما ستحمله من انعكاسات على الشمال السوري وعلى أخيه وعائلته اللاجئين في تركيا. نتمنى انه مآلات الانتخابات التركيه تكون ايجابيه وتصب في خانه مصلحه السوري سواء متواجد في تركيا او متواجد في الداخل السوري، ونتمنى بنفس الوقت انه نتائج هذه الانتخابات تثمر عند فتح افق جديد في الملف السوري كونه في حاله استعصاء وكونه في حاله انسداد وانغلاق على المستوى السياسي وغيره وغيره. حالة التدافع السياسي بين الأحزاب التركية وطريقة تعاملها مع الملف السوري دفعت السوريين في الشمال السوري واللاجئين في تركيا للميول إلى حزب العدالة والتنمية والرئيس رجب طيب أردوغان. محمد الأشقر، الحدث، الحدود السورية التركية. من إسطنبول ينضم إلي الأستاذ محمود علوش الباحث في الشأن التركي. مرحبا بك أستاذ محمود. ربما انسحاب إنجا من السباق الرئاسي هل سيقصر الطريق بالفعل لتصبح من جولة واحدة ويكسبها أو تكسبها المعارضة ومرشحها كليشدار كما يقولون، أم أنه إفراط في التفاؤل قليلا يعني؟ نعم، مساء الخير. يعني طبعا انسحاب محرم إنجا كان مفاجأة كبيرة حقيقة في المشهد الانتخابي التركي، إن من حيث التوقيت الذي جاء قبل أيام قليلة 3 أيام من الانتخابات، أو من حيث الأسباب المباشرة والتي مرتبطة على الأرجح بمسألة الفضيحة الجنسية المزعومة. عموما الآن بعد انسحاب محرم إنجا لا شك أنه سيكون هناك تحولات على المشهد الانتخابي، لكن أعتقد بأنه هذه التحولات لن تصل إلى مرحلة يمكن أن تؤدي إلى تغيير كبير في ديناميكيات المنافسة، بمعنى أن تساعد على سبيل المثال مرشح المعارضة التحالف السداسي كمال كليشدار أوغلو على حسم الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى لاعتبارين أساسيين. أولا، القاعدة الصلبة لمحرم إنجا حزب البلد هي تقريبا يعني بحسب استطلاعات الرأي تصل إلى 2%، وهذه القاعدة هي في الأساس كانت جزء من حزب الشعب الجمهوري قبل أن ينشق عنه محرم إنجا في عام 2018، كان حليفة زين العدالة والتنمية على ما أعتقد. وبالتالي نعم كان حليف، عفوا، للعدالة والتنمية لأردوغان، لحزب أردوغان
قبل ان ينشق؟ لا لم يكن هو يعني كان جزء من حزب الشعب الجمهوري. بعدها انشق بعد الانتخابات الرئاسيه، بعد خسرته الانتخابات الرئاسيه امام رئيس رجب طيب اردوغان. وبالتالي هذه الكتله التصويتيه التي هي عباره تقريبا عن 2% اذا ما بالفعل غيرت سلوكها الانتخابي وقررت دعم مرشح التحالف السداسي كمالك ليجدر اوغلو، فهذه النسبه لن تكون وحدها بطبيعه الحال كافيه لتمكن ليجدر اوغلو من حسم الانتخابات الرئاسيه من الجوله الاولى، لانه نحن نتحدث عن مرشح آخر موجود هو سنان أوغان، وعن فارق ضئيل جدا بين إردوغان وكليجدار أوغلو. وبالتالي استمرار المرشح الثالث أيضا في السباق الانتخابي أعتقد بخصوص سنان، هل كما تشير بعض المصادر يمكن أن ينسحب أيضا، خاصة بعد ربما إلغائه لتجمع انتخابي كبير؟ هل من مؤشرات على ذلك أيضا؟ يعني المعلومات الواردة على لسان أوغان خلال الساعات الأخيرة لا تشير إلى أنه يرغب أو يخطط للانسحاب من السباق الرئاسي، لكن هناك مقولة شهيرة في تركيا وهي 24 ساعة مدة طويلة في السياسة التركية، وبالتالي خلال اليومين المتبقيين للانتخابات كل شيء مفتوح على كافة الاحتمالات. يعني علينا أن لا ننسى بأنه محرم إنجا في الأساس رغم كل الضغوط الكبيرة التي مورست عليه خلال الأشهر والأسابيع الماضية ظل متمسكا بمواصلة ترشح الانتخابات الرئاسية، إلى أن جاءت يوم الخميس وانسحب بشكل مفاجئ من المنافسة الرئاسية. عموما أعتقد هناك مسألة مهمة جدا في مسألة قياس التأثير المحتمل لانسحاب محرم إيجا على السباق الرئاسي، وهي تتعلق بالأصوات القومية بشكل أساسي. القوة الأساسية التي اكتسبها محرم إيجا في المنافسة الانتخابية هي ليست قوة ذاتية، هي اكتسبها بفعل الأصوات القومية التي قررت التخلي عن حزب الجيد وعن حزب الشعب الجمهوري بسبب تحالف كمالك ليجدار أوغلو مع حزب الشعوب الديمقراطي الكردي. وبالتالي هذه الأصوات خلال الفترة الماضية قررت التصويت لصالح محرم إيجا كردة فعل على تحالفه مع حزب الشعوب الديمقراطي، وبالتالي شهدنا ارتفاع في نسب التصويت لصالح محرم إيجا في استطلاعات الرأي. الآن السؤال هو ما هو السلوك الانتخابي المتوقع لهذه الكتلة التصويتية بعد انسحاب محرم إيجا؟ أنا تقديري أنه ربما يكون ولو أنه ألمح إلى أن على الأقل في هذه استقالته لا يريد أن يتحمل المسؤولية من قبل تكتل المعارضة بأنه سبب في عدم فوزها، وبالتالي يمكن أن يفهم هذا إشارة ضمنية لتوجيه ناخبيه بالتصويت لكليجدار. يعني ربما تكون هذه النقطة صحيحة كما تفضلت، لكن بالتأكيد نحن نتحدث عن أن تأثير محرم إنجا يمكن أن يكون بارز على الكتلة الانتخابية الصلبة لحزب البلد وهي 2% الكتلة المؤدلجة لحزب البلد، لكن بالنسبة ل 4 أو 5% من الأصوات القومية وربما 6% كما تقدر استطلاعات الرأي التي قررت التخلي عن دعم كمالك ليجدار أوغلو وقررت الذهاب لصالح محرم إنجا، هذه بالتأكيد لا يمكن أن تتحكم بسلوكها بمجرد أن تقول لها أو تطالبها بالتصويت لصالح ليجدار أوغلو. أنا تقديري أنه ربما يكون الرابح الأكبر من انسحاب محرم إنجا من السباق الرئاسي هو سنان أوغان، لأنه سيستطيع أن يستقطب جزء كبير من هذه الأصوات القومية، وربما بدرجة أقل حزب الحركة القومية الأم حليف الرئيس رجب طيب إردوغان. وبالتالي أنا أعتقد أنه وفق هذه المعطيات لا يمكن أن نتوقع أن انسحاب محرم إنجا سيؤدي إلى تغيير كبير في ديناميكية المنافسة على الأقل من جولة واحدة. أود أن أختصر معك ورقة الأكراد. نعم. إلى أي مدى ستضيف إلى إردوغان أو ستخصم منه، يعني هذا ربما هذه المغازلة الجديدة في خطاب الانتخابي؟ فعلا هو السؤال الكبير. يعني الصوت الكردي في هذه الانتخابات هو أحد العوامل الحاسمة في الانتخابات التركية. لا شك أنه تحالف حزب الشعوب الديمقراطي مع كمالك ليجدار أوغلو زاد من الضغط الانتخابي على الرئيس رجب طيب إردوغان بشكل كبير، لكن هناك سؤالين مهمين أيضا لتقدير حجم تأثير الورقة الكردية أو التوجه الكردي لحزب الشعوب الديمقراطي على الرئيس رجب طيب إردوغان. الأول هو ما مدى قدرة حزب الشعوب الديمقراطي على دفع كل كتلته الناخبة إلى التصويت لصالح كمالك ليجدار أوغلو، لأنه تاريخيا الصوت الكردي في تركيا لم يسبق أن صوت لمرشح غير كردي في الانتخابات الرئاسية، وبالتالي هنا هذا أول اختبار بالنسبة له. وأيضا هناك نقطة مهمة أنه أصلا يعني لدى الأكراد مشكلة تاريخية مع حزب الشعوب الجمهوري الشعب الجمهوري نقطة أخيرة لو سمحت لي، وهي أيضا هي فكرة الارتدادات المتوقعة. نعم، الارتدادات المتوقعة للتحالف بين حزب الشعوب الديمقراطي وكمالك ليجدار أوغلو على القاعدة القومية في جبهة المعارضة. واضح، عذرني حاولت أن أعطيك الوقت أستاذ محمود، أن يحد من تداعيات محمود علوش الباحث. شكرا، إلى اللقاء.
لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.